بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله المحاضرات بتاعتنا دي هتبقى أول محاضرة إن شاء الله. إن شاء الله يوم 29 جاي هتبقى تاني محاضرة. المحاضرات بتاعتنا بعنوان Coordination Using Navis Work. أوكي، ويا ريت ناخد بالنا من العنوان ده عشان هو يعني حاجات كتيرة قوي، هو مش مجرد عنوان. دي مش مجرد محاضرة بنشرح فيها النيفس وورك بس، الموضوع دي أبعاد من الناحية الهندسية أكتر. إن شاء الله تبقى فيه بس مجموعة من الجراوند رول زي ما ذكرناها قبل كده. هنعيدها تاني، إن هو دايما هيبقى الميكروفون معمول ميوت، تقدر في أي وقت إنك أنت تايب الأسئلة تسأل عليها. بالنسبة لكل نقطة أساسية بعد ما هتخلص هنقف وهنجاوب على سؤال أو سؤالين ليها علاقة بالنقطة دي، بس طبعا مش هنطول عشان المحاضره نفسها. وفي اخر المحاضره خالص هيبقى في اوبن ديسكشن. اوكي، حضرتك هتعمل ريز هاند لو ليك اي سؤال وهنجاوب ان شاء الله عليه. اول حاجه بس انا محتاج ان انا اسال عليها، ومحتاج من الناس تجاوبني بواحد او الاثنين في التشاتنج. اوكي، do you have to have good sense of engineering to be a good to be good in them؟ بمعنى هل انت محتاج انك انت يكون عندك حس هندسي كويس علشان تبقى كويس في البيم؟ لو جبتك اكتب، لو جبتك لا اكتب رقم 2 لسرعه. تمام، اهلا بكم. زي ما اتفقنا ان شاء الله الكورس هيبقى على محاضرتين. المحاضره الاولانيه هنتكلم فيها عن الفيجوال كوردينيشن باستخدام النيفس وورك. اوكي، طبعا هيبقى فيه مقدمه على البرنامج نفسه، ان احنا هنقول ايه هو برنامج نيفس وورك اساسا، ايه انواعه، ايه الفايل تايبس، ايه الورك سبيس بتاعته، السيتنج اللي احنا بنحتاجها في اهم برنامجين احنا بنتعامل معاهم بالنسبه للاوتوديسك بلاتفورم اللي هو الاوتوكاد، الحاجات البسيطة اللي هي الأساسيات بتاعت البرنامج نفسه اللي أنت لازم إنك أنت تبقى عارفها قبل تستخدم البرنامج. زي ما قلنا مرة تانية، البرنامج أو الكورس بتاعنا إحنا بنتكلم فيه عن استخدام البرنامج في الكوردينيشن. أوكي؟ بمعنى أنا بعلمك أو بديك كوردينيشن إزاي تعمل كوردينيشن، وهنتكلم عليها كتير قوي. أوكي؟ والنيفس وورك هو عبارة عن تول، مش الأساس عندي إن أنا بعلمك السوفت وير اكتر من الاساس ان انا بعلمك ازاي تعمل الكوردينيشن نفسه او اللي هو الكونسيبت بتاع الكوردينيشن. اوكي، زي ما حضراتكم شايفين، بعد اللي هو الحاجات الاساسيه هيبقى في سيلكتنج اوبجكت، اوبجكت بريباريشن، هايدنج اوبجكت، ميجرنج، سيكشننج، فيجوال ريفيوينج، فيجوال بوينت، واكسبورت فيو بوينت. دي كده اول محاضره. اوكي، انا كده بقى غطيت فيها حاجه اسمها الفيديو فيجوال ريفيوينج. المحاضره ان شاء الله هتبقى عباره عن ريفيوينج باستخدام الكلاش ديتكشن تول. اوكي، وهنتكلم فيها ازاي بنعمل الكلاش ديتكشن ماتريكس. اوكي، بالنسبه للبيلدنج وبالنسبه للانفراستراكشر، وايه الاختلافات بينهم، وايه اساسا الكلاش ديتكشن ماتريكس كاساس. اوكي، وازاي عن طريق الكلاش ديتكشن ماتريكس دي انا بقدر ان انا احضر سيرش سيتس. اوكي، وبقدر عن طريق كمان السيرش سيت اقدر ان انا احضر حاجه اسمها كلاش تيست، وبعد ما بخلق الكلاش تيست دي ازاي بعمل لها جروبنج. اوكي، وليه بعمل جروبنج، وليه بعمل حاجه اسمها اساين كلاش واكسبورت كلاشز واكسبورت ان دبليو. هنحاول ان شاء الله بقدر ما نقدر ان احنا نفل الجابس الموجوده هنا، واتمنى ان شاء الله ان تبقى محاضره مفيده لحضراتكم. اوكي، اول حاجه ايه هو النيفس وورك؟ النيفس وورك يعتبر في الاساس ان هو برنامج اتعمل عشان يعمل كولابوريشن وعشان يعمل ريفيوينج للبي مودلز. النيفس وورك في بدايه ما اتعملش عشان الاوتوديسك بلاتفورم بس. اوكي، هو اساسا ما كانش برنامج تبع الاوتوديسك، هو كان برنامج بره الاوتوديسك خالص، وكان اهم ميزه ليه ان هو في الوقت اللي اتعمل فيه كان بيفتح 64 اكستنشن في نفس الوقت. اوكي، 64 اكستنشن مختلف يقدر ان هو يجمعهم مع بعض، ويقدر ان هو يجمعهم في مكان واحد،
وتقدر انك انت كمهندس لو انت في عندك كذا اكستنشن جاي من بلاتفورمز مختلفه تقدر تجمعهم وتشوف الاختلافات ما بينهم. خلينا نقول زي ايه، زي مثلا شركه مثلا على سبيل المثال بتشتغل بسيفل 3 دي وشركه تانية بتشتغل بالريفت. اوكي، دلوقتي في الوقت الحالي طبعا احنا ممكن ان احنا ناخد السيفل 3 دي على الريفت، وممكن ان احنا نشوف اللي هو التجميع بتاعتهم وشكل الموديل الكامل هيبقى عامل ازاي. اوكي، بس زمان ما كانش فيه الكلام ده. زمان لو انت مثلا بتشتغل مثلا بحاجه تبع بنتلي مثلا وحاجه تبع اوتوديسك، كان من الصعب جدا انك انت تشوف التجميع بتاعتهم في موديل واحد اللي احنا بنسميها الفيدريتد موديل او الكولابوريتيف موديل. اوكي، كان من الصعب جدا انك انت تشوفها. فكنا محتاجين ان هو يبقى في عندنا برنامج، البرنامج ده بيقدر ان هو يعمل التجميع دي، ومن هنا طلعت الفكره بتاعت النيرسوك. مع الوقت ابتدى ان هو يتعمل له تحديثات وتطوير وكلام من ده، وابتدى ان هو البرنامج ما يبقاش عباره عن مجرد برنامج بيعمل كولابوريشن ما بين المودلز المختلفه وبعضها، لا اضيفت عليه حاجات تانية زي مثلا تولز عشان يعمل المراجعات الفيجوال زي احنا ما قلنا، تولز عشان الكوانت تيك اوف، تولز عشان الفور دي او اللي هو تايم لاين زي ما بنقول او تايم لاينر. اوكي، اضاف لي تولز كتيره جدا، وفي الاخر بقى النيفس ورك بالصوره اللي احنا شايفينها. طيب في حد ليه سؤال يا جماعه لحد دلوقتي؟ في حد ليه سؤال لحد دلوقتي؟ اوكي طيب هنكمل. انا شايف في سؤال، لحظه واحده حضرتك وخليكم معايا. لو سمحت لو عاوز اسجل المحاضره ده متاح، المحاضره مسجله تمام وصل. اوكي، هو بيجمع كلها على فورم واحده بالظبط، هو فعلا بيجمع كلها على فورم واحده. اوكي، الفورم دي هي بالنسبه له هي النيفس ورك نفسه كبرنامج، هو ده اللي حركته. قصده حاجه ثانيه؟ طيب نكمل. طيب يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا عن ايه هو النيفس ورك كبرنامج. اوكي، النيفس ورك ليه حاجه زي فليفرز. اوكي، ايه الفليفرز دي؟ انت هتلاقي وانت بتسطر النيفس ورك بيتقال لك لو انت مثلا عندك النسخه الاساسيه بتاعته هتبص تلاقي بينزل لك حاجه اسمها نيفس ورك فريدم ونيفس ورك سيميليت ونيفس ورك مانج. اوكي، في بعض الاحيان لو انت عميل مثلا انت مش محتاج نيفس ورك مثلا نيفس ورك مانج، نيفس ورك مجرد انك انت محتاج الشكل بتاع الموديل نفسه علشان مراجعات الفيجوال او انك انت تطمن ان هو المعلومات موجوده او كده، ماشي، ساعتها بنقول لك خد نيفس ورك سيميليت او نيفس. اوكي، طيب ايه الفرق بين ثلاثه فليفرز دول؟ اوكي، وليه موجود ثلاثه فليفرز؟ ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. نيفس ورك فريدم بيفتح حاجه اسمها ان دبليو دي او نيفس ورك دوكيومنت، ودي هنتكلم عليها بالتفصيل ان شاء الله. اوكي، ده بيبقى عباره عن حاجه عامله زي بايندد كوبي. حضراتكم عارفين البايندد كوبي اللي بتطلع من اوتوكاد، ساعه ما بيبقى في عندك ملف اوتوكاد موجود وموجود عليه اكس ريفس كتيره، بتبتدي انك انت تعمله بايند بحيث انك انت تبعته في احسن صوره والناس تبتدي انها تتفرج عليه. بالنسبه لنيفس ورك الان دبليو دي تقريبا نفس الحاجه، زياده عن ان هو بيبقى حاجه زي بايند نيفس ورك دوكيومنت ان دبليو دي. اوكي، بيبقى في ميزه ثانيه ان هو ممكن يتقفل على التعديل، ما يتعدلش فيه. اوكي، فيبقى النسخه اللي انت بتبعتها دي مقفوله لسبب معين او لغرض معين، مقفوله لوقت معين لازم تفتح الباسورد. اوكي، او مقفوله انها ما يتعملهاش سيف ثاني او ما يتعدلش فيها. اوكي، فده النيفس ورك فريدم بيعمل كده. طبعا النيفس ورك فريدم، نيفس ورك مانج، نيفس ورك سيميليت كلهم بيفتحوا الان دبليو دي، بس نيفس ورك فريدم بيفتح الان دبليو دي بس، ما بيعملش حاجه ثانيه، ما فيهوش كلاش ديتكشن تول، ما فيهوش ريندرنج، ما فيهوش سيميوليشن، ما فيهوش تايم لاينر. بالنسبه للسيميليت والمانج الاثنين تقريبا نفس الحاجه، الفرق بينهم في حاجه واحده بس، ان السيميليت ما فيهوش كلاش ديتكشن تول. الفليفر الوحيد اللي فيه كلاش ديتكشن تول هو نيفس ورك مانج. اوكي، يبقى ثاني
يبقى ايه الفرق بين الثلاثه؟ نيفس ورك فريدم ده كانه نقدر ان احنا نقول اللي هو البي دي اف فيور، اوكي، بالنسبه للدوكيومنتس. النيفس ورك فريدم ده زيه زي النيفس زي البي دي اف فيور، حاجه مجرد بس انا بفتح بيها وبتفرج، ما بقدرش ان اعمل حاجه ثانيه. اوكي، بعد كده يجي عندي سيميوليت ومانج، الاثنين زي بعض بالظبط في كل حاجه ما عدا ان سيميوليت ما فيهوش كلاش ديتكشن تول. الوحيد اللي فيه كلاش ديتكشن تول هو نيفس ورك مانج. اوكي، نيجي للنقطه اللي بعد كده. احنا كنا اتكلمنا على ان نيفس ورك بيفتح فايل تايبز كتيره قوي، اوكي، دي امثله ليها طبعا متسجل عندكم في الفيديو وكل الكلام ده احنا مش هنمشي فيها كلها، بس انا بس طالب من حضراتكم تشوفوا كم من الحاجات اللي هو بيتعامل معاها سواء من جوه اوتوديسك او من بره اوتوديسك. هو بيتعامل مع اكسل، ودي نقطه قوته او نقطه قوه كل البرامج اللي بتقدر انها تعمل كولابوريشن. اوكي، بالنسبه بقى للنيفس ورك نفسه بيقدر ان هو يفتح اكستنشنز معينه ويقدر ان هو يسيف ويتعامل مع اكستنشنز معموله خاصه ليه. اوكي، في الاكستنشنز الكتيره قوي اللي النيفس ورك بيقدر ان هو يتعامل معاها يفتحها يقراها. اوكي، النيفس ورك بقى نفسه كبرنامج ليه ثلاثه اكستنشن بيقدر ان هو يسيف، يقدر ان هو يعمل لهم كرييشن ويقدر ان هو يخلقهم. اوكي، الثلاثه اكستنشنز دول هو ال NWF وال NWC وال NWD. نيفس ورك فايل NWC نيفس ورك كاتش، NWD نيفس ورك دوكيومنت. ارجو من حضراتكم تركزوا معايا في الجزئيه الجايه دي عشان فيها لخبطه وممكن احنا نعيدها تاني. اوكي، النيفس ورك يعتبر برنامج مراجعه. يعني ايه برنامج مراجعه؟ يعني مراجعة ما بيبقاش ليه اي تدخل في الورك فلو بتاع الناس اللي شغاله. اوكي، المراجع المفروض ان هو ما بيتدخلش في الورك فلو بتاع الناس، ما بيوقفش شغلهم عند حته مثلا معينه، الا طبعا لو الورك فلو نفسه يسمح بكده، دي حاجه ثانيه. بس اللي انا اقصده ان هو بيبقاش من تيم البرودكشن، هو بيبقى في الاخر هو راجل عايز معينه يراجع عندها. اوكي، من غير ما يتدخل في البرودكشن بتاع الحاجه اللي بتحصل. اوكي، فبالتالي هو المفروض ان هو يبقى فيه نقطه معينه يمسك فيها الموديل. اوكي، النقطه دي اللي عشان هتعمل الاكستنشن اللي بنقول عليه NWC او نيفس ورك كاتش. ايه ال NWC ده؟ بيبقى عباره عن ترجمه اي موديل من اي اكستنشن، ماشي، لحاجه يقدر ان هو يقراها النيفس ورك عند نقطه معينة أو عن، خلينا نبسطها نقول مثلا إن هو أنا عايز إن أراجع مثلا موديل ريفت موجود عندي دلوقتي في الساعة ما هاجي إن أفتحه بالنيفس ورك. النيفس ورك بيفتح الريفت إزاي؟ بيعمل الإكستنشن المترجم ده اللي هو أو الكاتش أو اللي هو اللي بيقدر إن هو تحصيل للموديل أو المعلومات اللي جواه في النقطة دي بصوره يفهمها النيفس ورك. فساعه ما بفتح الريفت بيخلق جنب الريفت WC، اوكي، نفس الاسم بالظبط، بس مثلا الريفت الاكستنشن بتاعه RVT بيبقى نفس الفايل بالظبط بس الاكستنشن بتاعه NWC. اوكي، فايل فيه المعلومات كلها اللي موجوده على الريفت، بيبقى اخف شويه من الريفت بكتير. اوكي، بيسمح يتعامل معاه بسرعه. طيب الفايل ده بيبقى ضيق. لو انا الفايل NWC ده خدته وحطيته في مكان تاني مثلا، خدته ونقلته مثلا عندي على الديسك توب، هل هيبقى ابديتد؟ لا، فايل NWC طالما انا بفتح الفايل بتاع ال NWC نفسه ما بيبقاش ابديتد. اوكي، لو بفتح الفايل بقى الاساسي اللي هو في الحلقه المثال اللي احنا بنتكلم عليها، فايل الريفت، انا بفتحه بخلق منه ده NWC جديد، ساعتها بيحصل له ابديت. بس ال NWC نفسه انا بقدر ان انا بكاتش من معينه، وبقدر ان انا اخد مثلا، يعني انا عايز ان انا اقول ان هو في اليوم الفلاني كان الناس واصلين للمستوى الفلاني. ايه الدليل على كده؟ ال NWC بتاع اليوم ده، ما انا اوريه، بعمل ابديت لل NWC ساعتها بيحصل له ابديت.
بعمل ابديت للموديل، بخلق منه ان دبليو سي دي، بعمل ابديت للان دبليو سي القديم، اوكي ساعتها بيحصل له. طيب في مكان تاني بعيد عن الموديل خالص، خلاص هو بقى حاله للموديل في وقت معين. اوكي انا مش عايز ان اسيب النقطه دي الا لما هتبقى مفهومه للناس. لو في حد ليه سؤال في النقطه دي كلمه. اوكي اتفضل باشمهندس كمال. طيب تمام اوكي، نيجي بعد كده انا ان دبليو اف ده الاكستنشن الاساسي، الاكستنشن الاساسي بتاع البرنامج. البرنامج زي ما قلنا بيعمل حاجات كتيره قوي، بيعمل كلاش ديتكشن، بيعمل فيجوال، مليون حاجه. كل دي تعتبر عمليات موجوده جوه البرنامج. بسجلها ازاي؟ بسجلها بالان دبليو اف او النيفس ورك فايل. اوكي النيفس ورك فايل ده السيشن بتاع مثلا بتاع الاوتوكاد او بتاع ريفت، فايل كبير موجود فيه لينكات كتيره قوي وموجود فيه عمليات كتيره قوي انت بتعملها. ماشي، فده الفايل الاساسي بتاع النيفس ورك. والان دبليو دي زي ما اتكلمنا عليه في اول محاضره، ده يعتبر الحاجه اللي انا بعمل بيها بايند لكل المودلز اللي موجوده عندي وكل العمليات اللي موجوده عندي، وبسلمها للعميل قبلها بتسليمه ما سواء داخليه، بس بتبقى برضو حاجه زي كابتشر كده للموديل وللحاله بتاعته للكوردينيشن اللي حصل عليه. اوكي الثلاثه اكستنشن بتوع النيفس ورك. تاني يا جماعه في سؤال لحد كده؟ في حد من حضراتكم عنده سؤال؟ تمام نكمل. اوكي طيب معلش انا هقفل بس الشيرنج من على الشاشه دي واحده ثانيه. معلش انا شايف دلوقتي اسئله في ناس بعتتها، انا بعتذر انا فعلا ما كنت شايفها. باشمهندس لو عايز اسجل هو بيجمع كلها. لو عندي اكتر من ان دبليو سي عاوز اقارن بينهم ازاي؟ اوكي معلش السؤال ده بدري قوي، والسؤال ده ممكن هو ما يكونش موجود دلوقتي، يعني انا في اللي هو في كورس اوتلاين انا مش حاطه، بس هقول لحضرتك اقدر ان اجاوب عليه ازاي، او ده برنامج اللي هو المقارنه بينهم ازاي، بس دي هتبقى حاجه بره المحاضره. اوكي ممكن نخلي السؤال ده للاخر. اوكي ممكن الصوت يزيد شويه، والله احاول. حاضر اوكي باشمهندس اسامه. اوكي ماشي طيب نكمل حضراتكم. دلوقتي هنبتدي ان احنا نشتغل على النيفس ورك نفسه. اوكي على بقيه الحاجات اللي موجوده عندنا في المحاضره. مش مهندس حسام؟ ايوه هو مهندس كمال عنده سؤال تقريبا. لا معلش ريز هاند دي كانت في بدايه المحاضره بس. تمام انا بس عايز لو تكرمت لي يا حضرتك. الو ايوه بس الصوت كنتش سامع كلمه اللي هي ال ان دبليو سي كاش ولا كلاش ولا كاش؟ كاش. والدي دوكيومنت دوكيومنت. دوكيومنت عفوا يا فندم. شكرا عفوا. اوكي حضراتكم تمام، احنا كده كنا وصلنا للفايل 5. اوكي
هنعمل تست بسيط على الفايل تايب ازاي، بنشوف ال NWC وال NWD اوكي وال NWF والكلام ده، بحيث برضو ان هو ما يبقاش الموضوع ككلام ما يبقاش كونسبت بس. اوكي معلش الشاشة بتاعتي باينة هتحركوا ولا لا؟ تمام. كده باينة؟ تمام. اوكي طيب في اول ما نسطب بالريفت واول ما نسطب بالنيفس وورك بينزل حاجه اسمها سامبل فايلز، دي اللي احنا الحضرات بتاعتنا. هروح للسامبل فايلز دي واخد منها كوبي عشان مش شاعر عليه. سامبل فايلز حضراتكم هتلاقوها في بروجرام فايلز ديسك. احنا عايزين سامبل فايل من الريفت. ايه دي السامبلز الموجودة عندنا، هناخد بس منها كوبي. تمام دي السامبل فايلز اللي ماشي. دلوقتي هنشوف ازاي النيلس وورك بيقدر ان هو يتعامل معاها. معلش راح ظبط تقريبا البرنامج قفل. اوكي ده برنامج النيفس وورك. اوكي احنا الشهر هنا نيفس وورك 2019، بس للعلم الموضوع مش هيفرق كتير قوي لو هو 2019 او 2020، هي تقريبا نفس الكونسبت بتاع الشهر. اوكي خصوصا في المحاضرات بتاعتنا، لان احنا هنتكلم زي ما قلنا عن الكوردينيشن يوزنج نيفس وورك، الموضوع مش مختلف كتير. اوكي لو انا دلوقتي حابب ان انا افتح فايل هنا على النيفس وورك، هلا بعمله
من هوم بعمل حاجة اسمها append. اوكي، append هنا هي بتخليني ان انا اخد الفايل اللي موجود عندي ادخله عندي جوه النيفس وورك ويتكون للفايل ده فايل ال NWC او النيفس وورك كاتش اللي احنا كنا بنتفق عليه او اللي احنا كنا بنتكلم عليه. وهدخل على المكان اللي انا كنت لسه عامله على الديسكتوب سامبلز واخد مثلا الاكسبشن موديل. هنلاحظ هنا عندي ده السامبل اللي موجود عندي، كل الفايلز اللي موجوده عندي هنا كلها الاكستنشن بتاعها تبع ريفت. تمام، مش الاوبن اللي هيحصل. تمام، هو كده فتح عندي الفايل زي ما حضراتكم شايفين، ده نفس الفايل اللي موجود على الريفت بالظبط اتفتح. اوكي، ده السامبلز اللي احنا كنا بنتكلم عليها. دوس اف 5 بس نشوف ريفرش. هنبص هنا حضراتكم ده فايل جديد لسه معمول. اوكي، معمول حتى هتلاقوه بتاريخ النهارده لسه من دقيقه واحده. ده فايل ان دبليو سي اللي احنا بنتكلم عليه. اللي عمله النيفس ورك في الفتره اللي فاتت دي زي ما حضراتكم ما شفتوا، واخد وقت شويه. الوقت ده كان بيعمل فيه ايه؟ من حاجه زي ترجمه، كان بيشتغل زي مترجم بالظبط. اوكي، لكل اليمنت موجود عندي في الريفت يبتدي ان هو يترجمه الاليمنت يتفهم في النيفس ورك، وبياخد منه الكاش فايل اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو الان يسجله عنه. اوكي، طيب انا في الوقت الحالي فاتح الريفت، لو انا نقلت ال NWC ده في اي مكان تاني، لو انا اخدته كات على الديسكتوب بره، يعني نيجي هنا على الديسكتوب، انا اخدت ال ARC NWC موديل. اوكي، خدته من جوه سامبل، سامبلز كده خلاص ما فيهاش NWC تاني. اوكي، وهقفل النيفس ورك خالص اللي مفتوح دلوقتي. هقفله ازاي؟ بان انا اعمل نيو، هو كده القديم اتقفل. النيفس ورك ما بيفتحش اكتر من حاجه في نفس الوقت. وهعمل ابند مره ثانيه، بس بدل ما هعمل الارك موديل اللي انا كنت فتحته المره الاولانيه، لا انا هعمل ان دبليو سي. وشوفوا حضراتكم هيفتح في قد ايه، مجرد ان انا ادوس عليه هو فتح. ليه؟ لان النيفس ورك المره دي هو ما بيترجمش حاجه، هو اوريدي الشغل اللي كان بيعملوا المره الاولانيه مع الريفت هو اوريدي عمله. هو دلوقتي بيفتح الحاجه المترجمه اللي باينه له على طول. حاجه ثانيه بتاعت ال NWC ده، NWC ده هو 2.7 ميجا. اوكي، لو بصيت لمساحه الاركتكشرال موديل 14 ميجا. اوكي، فاللي بيعمل ال NWC ان هو بيقلل شويه الحجم. بيبين في سؤال، لحظه، وحضرتك عملت ايه عشان تقفل النيفس وورك؟ عشان تقفل السيشن عملته ان انا جيت هنا ونيو. اوكي، عملت نيو، انا كده قفلت القديم. اوكي، دايما النيفس وورك ما بيفتحش اكتر من حاجه في نفس الوقت. تمام، تمام، اوكي. طيب في الحاله دي انا لو جيت مره ثانيه، لو جيت ان انا اعمل ابديت بقى للان دبليو سي ده هو مره ثانيه، فرض ان انا عندي التيم بتاعي اشتغل على الريفت موديل ده، عمل اي ابديت ثانيه فيه. اوكي، الريفت موديل ده هو، فانا عايز اعمل كاش فايل جديد للريفت موديل ده. اوكي، ساعتها هعمل ايه؟
تمام، اوكي. يمكن انا شغال دلوقتي على 2019، انا لسه ما اشتغلتش على 2020. تمام، هرجع تاني. اوكي، دلوقتي لو انا عايز اعمل ابديت للفايل، ايه اللي انا هعمله؟ لو انا هعمل ابديت للفايل ده، خلاص ان دبليو سي اللي موجود بره ده هو ملوش علاقه بيه. ساعتها هضطر مره ثانيه ان انا اروح اعمل ابند، احصل الفايل القديم وافتحه. اوكي، اللي هو بيعمله دلوقتي ان هو تاني بيرجع تاني بيعمل ان دبليو سي دي جنب الفايل القديم، بس المره دي باخر ابديت حاصل. هرجع تاني للسامبل، هبص على ان دبليو سي جديد اتعمل بالوقت بتاع دلوقتي. اوكي، طيب انا دلوقتي لو تاخدوا بالكم حضراتكم اللي واخد باله او اللي مركز معايا، اوكي، انا ما قفلتش السيشن القديم. السيشن القديم كان فيه ال ان دبليو سي، والسيشن الجديد في الريفايل. اوكي، فمعنى كان ان هو في هنا اثنين دوبليكيت او اثنين موديل من نفس الحاجه، مظبوط؟ في عندي اثنين موديل من نفس الحاجه، في عندي حاجه هنا اسمها سيليكشن تري، دي زي بالظبط البروجكت براوزر اللي موجوده عندي في الرابط، دي اللي بتوريني عندي ايه هو الحاجات اللي موجوده، او في الحاله دي ابند. اوكي، الموديل اللي موجود عندي ابند. فانا دلوقتي عندي اثنين موديل بنفس الاسم، واحد فيهم ريفت والثاني ان دبليو سي. تمام، طيب انا دلوقتي زي ما قلنا ان ال NWC ده هو ما ينفعش تعمل له ابديت، مظبوط؟ بس لو انا فايل بالطريقه دي ممكن نعمل له ابديت لو حصل فيه ابديت. بمعنى ايه؟ فرضا ان انا في عندي دلوقتي ناس شغالين، في عندي مثلا تيم ميكانيكا اركتكشرال تيم ستراكشر، كل التيمز اللي موجوده عندي شغالين على مشروع. اوكي، جيت قلت يا جماعه دلوقتي مثلا يوم الكوردينيشن، فروحنا ساحبين ومجهزين الموديل الكولابوريتد علشان نبتدي ان احنا نراجع على الموديل والكلام ده كله. اوكي، طب يا جماعه لو سمحتم يا ريت يحصل التعديل الفلاني، فتعمل التعديل. طب انا عايز ان اشوف التعديل، بعمل ايه؟ لو انا ساحب ال RVT فايل او ال RVT موديل، اوكي، عندي حاجه اسمها ريفرش. لو عملتها اي تعديل على ال RVT موديل، اوكي، بيعمل حاجه زي مقارنه ما بين الاثنين مودلز اللي موجوده عندي، الموديل اللي هو ال RVT والموديل NWC. لو لقى اللي بعد خلاص ما بيعملش اي مشكله، لو لقى ان في واحد فيهم الداتا اللي فيه مختلفه عن الثاني، ساعتها بيبتدي ان هو يكون NWC موديل جديد. اوكي، ويبتدي ان هو يعيد الترجمه تاني اللي موجوده عنده، والتاني هو يعمل له ابديت والكلام ده كله. ده في حاله ان انا ساحب الريفت موديل. طب في حاله ان انا ساحب ال NWC، ازاي اقدر ان اعمل ريفرش يا جماعه؟ هل لو دوست ريفرش على طول وانا ساحب ال NWC هيحصل ابديت للموديل؟ يا ريت لو على الشات الناس تجاوب. تمام مهندس ايمن، تمام مهندس معتز، جميل قوي. طيب هو باين ما شاء الله الناس اللي هنا شارت اوريدي نيفس ورك قبل كده، فهي فاهمك. تمام. مهندس اسامه ليه يا باشمهندس؟ طيب هو الناس كلها يعني هو مجتمع نفر من امتي على باطل، يعني هو فعلا لو انا صاحب ال NWC فايل بس مش هيحصل له. اوكي، ساعتها لازم ان انا اعمل سبورت مره ثانيه. مهندس اسامه العزيزي، هو مهندس اسامه حضرتك انت مجاوب مرتين بس. تمام، اوكي. يبقى فعلا زي ما حضراتكم قلتوا، لو انا ساحب الريفت اوكي وعملت ابديت، فعلا هيحصل ابديت، هيحصل ريفرش. اوكي، لو انا ساحب الاند
دبليو سي، ساعتها لازم ان انا اعمل اكسبورت مره ثانيه، او اطلب من التيم اللي عمل ابديت ان هو يعمل اكسبورت لان دبليو سي مره ثانيه، بحيث ان انا اشوف اخر ابديت حصل. اوكي يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا على append. اوكي اتكلمنا على refresh. ايه refresh؟ وقلنا refresh ما ينفعش مع ال NWC، هو بينفع مع الريفت، ينفع مع الاكستنشنز الثانيه لو انا ساحب مثلا اكستنشن، لو انا ساحب اكستنشن حاجه. المهم ما ينفعش مع ال NWC نفسه، لان هو ساعتها مش هيعرف. في سؤال او في حاجه؟ انا بقول لاني عارف. تمام يا باشمهندس. اوكي تمام. اوكي نرجع تاني. يبقى دلوقتي احنا شفنا ايه هو ال NWC اللي بيحصل في الحقيقة. ماشي. دلوقتي انا في عندي الفايل اللي موجود عندي دلوقتي اهو، اللي فيه اتنين موديل، في موديل NWC وفي موديل ريفت، يعتبر فايل انا عملت عليه شغل. فانا عايز ان احفظه عشان اشتغل عليه بعد ساعة ما هاجي ان احفظه. لو جيت ان احفظه مثلا على الديسكتوب عندي هنا تيست، ساعة ما بيتحفظ عنه خص كان دبليو اف او نيكس فورك فايل. اوكي في اسئله؟ RBT سؤال لو سمحت. هو ممكن انا مش عارف، هو في لخبطه في ال، بس اللي انا فاهمه يعني سؤال لو سمحت، هو ممكن ان ال NWC يعني على ال RBT؟ هو ده السؤال مظبوط؟ هو ممكن الريفت يلغي ال NWC؟ ممكن الريفت ال RBT ينقل ال NWC، بس خد بالك ان هو في باك درو او باك فاير، انك انت ساعه ما تيجي تعمل ابديت. اوكي لو انت في عندك مشروع كبير قوي وانت ساحب ريفت، لو جيت تعمل ريفرش او جيت تعمل ابديت ممكن ياخد وقت كتير قوي 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 قوي. فبيفضل دايما ان هو لو احنا شغالين وشغالين على مشاريع كبيره، بنطلب من التيمز نفسها انها تعمل اكسبورت ان دبليو سي. اوكي وطبعا بنديرهم ساعتها، بنديرهم حاجه زي تمبلت علشان يبقى دايما الاكسبورت اللي بيطلع شكله مظبوط لكل الناس. عشان يعمل ريفرش لازم الملفين يكونوا مفتوحين على نيفست؟ لا علشان يعمل ريفرش لازم يكون ملف الاساسي، الملف الاساسي الاكستنشن الاساسي اللي هو مثلا فحص. اوكي لو الريفت موجود على النيفست ساعتها خلاص مفيش اي مشكله. اوكي ساعتها ما بعمل ريفرش هو بيقارن ما بين الريفت وما بين ان دبليو سي اللي موجود بره، وبيشوف التواريخ بتاعهم وبيشوف الداتا بتاعتهم، وبيعمل ابديت للان دبليو سي مره ثانيه وبعد كده يقراها. ما بيورينيش الكلام ده. اوكي هو بيبين عندي ان هو فتح الريفت، هو بيبقى فاتح واضح شرح الحقيقه. معلش مش فاهم. اوضح الشرح ولا استاذ كيف احفظ الملف في ان دبليو سي؟ موضوع حفظ الملف بصيغه ال NWC دي حاجه بتحصل اوتوماتيك. مجرد ما بتفتح اي اكستنشن على النيفس وورك، النيفس وورك اوتوماتيك بيعمل كاتش. اوكي بيعمل حاجه زي ترجمه للملف ده، ماشي، وبياخد منه صوره اللي هي اللي احنا بنقول عليها ال NWC. وده اللي احنا عملناه، انا مجرد ما فتحت الريفت انت شفته حضراتكم، هو عمل جنبيه فايل NWC. تمام. اوكي تمام. طيب بالنسبه للاسئله اللي اتسالت، في حاجه مش واضحه ولا نكمل؟ اوكي تمام. اوكي يبقى تاني، يبقى احنا دلوقتي عرفنا ايه هو ال NWC ماشي وال NWF. اخر حاجه كنا بنتكلم عليها ال NWD document، اللي هو بيبقى في حالتنا حاجه زي بايند كوبي. دي بقدر ان احصل عليها ازاي؟ بقدر ان احصل عليها بطريقتين. في عندي هنا حاجه اسمها اوتبوت NWD، وممكن وانا بسيف احط في الاخر اكستنشن NWD، بس دي ما بتبقاش صوره كويسه ان احفظ NWD لانها ما بتدينيش الاختيارات اللي احنا هنشوفها دلوقتي.
وانا بس هنا على الام دي دي بيديني مجموعه من الاختيارات. اوكي مش هو دايما عندي عشان بشتغل بالاتش بي غريبه دي. المهم ان هو بيبتدي ان هو يديني شويه حاجات اقدر ان انا اكتبها. اوكي اقدر ان انا اضيف كوبي رايت، اقدر ان انا اضيف باسورد، اقدر ان انا اديله اكسبيريشن ديت. اوكي اقدر ان انا ان هو يتسيف. اوكي في حاجات كتيره قوي اقدر ان انا اعملها بس مش هندخل في تفاصيلها. ماشي الحاجات دي محتاجه ان انت تقراها بنفسك. اوكي ان دبليو دي زي ما قلنا ده حاجه زي البي دي اف فيور. اوكي مجرد الشكل اللي انت شايفه ده بس انت بتبعت، ما بتبعتش عليه اي صيغ تانية يعني، او ما بيبقاش سامح بلا بكتير فيه. هو بيبقى حاجه زي بايند كوبي ميل شو. طيب نرجع تاني. اوكي ورك سبيس بتاعت النيفس ورك، وبعد كده الامبورت سيتنج بتاعت الريفت والاوتوكاد. اوكي بالنسبه للورك سبيس بتاعت النيفس ورك زي ما حضراتكم شايفين هي زيها زي الريفت بالظبط. اوكي عندي اول قائمه هنا قائمه هوم، هتلاقوا حضراتكم اللي موجود فيها هنا موجود فيها حاجه اسمها append، وتحت append في حاجه اسمها merge وهنتكلم عليها بالتفصيل طبعا. في عندي reset all، في file option، الكلام ده هو ممكن ان احنا نجيله بس مش هنتكلم عليه في البدايه. في بعد كده select all، save selection، وفي عندي selection tree اللي احنا زي ما قلنا قبل كده زي البروجكت براوزر اللي موجود عندي في الريفت. اوكي السلكشن تري هلاقي ان في اكتر من طريقه اقدر ان اشوف بيها الحاجات اللي مسحوبه عندي. اول حاجه الستاندرد دي بتوريني حاجه زي هيراركي لكل موديل. هيراركي لكل موديل ازاي؟ اول حاجه، ثاني حاجه الليفلز اللي موجوده فيه، ثالث حاجه الاليمنتس اللي موجوده فيه، رابع حاجه الفاميليز اللي موجوده، خامس حاجه التايبس اللي موجوده، سادس حاجه بعد كده الاليمنتس. الاليمنتس نفسها اللي هو الطيب ده استعمل مثلا استعمله كم مره مثلا. اوكي وبعد كده بقى بتبص بقى تلاقي عندي هنا موجوده خالص دي الجيومتري نفسه اللي متكون منه الاليمنت. اوكي فدي بالنسبه للستاندرد. بالنسبه للكومباكت اسامي المودلز بس اللي موجوده هي والليفل. الستاندرد اوكي ده بيبتدي ان هو يقسم لي كل موديل، وبعد كده الموديل ينزل منه على الليفل ومن الليفل على الفرق وهكذا. اوكي كومباكت لا، كومباكت هو مجرد بس الفايل والليفلز اللي موجوده فيه. بعد كده بقى حاجه عندي هنا ثانيه اسمها البروبرتيز. دي كميه بروبرتيز جامده جدا معاها، مش هندخل في تفاصيلها دلوقتي، هندخل في تفاصيلها ان شاء الله في المحاضره الجايه في ازاي نعمل السيرش سيت والسلكشن تري وازاي نتعامل معاهم يعني باستفاضه اكتر، بس ده النهارده ان شاء الله مش هيبقى وقتها. في عندي بعد كده فايند ايتمز وسيتس اللي فيها سيرش سيتس والكلام ده. في عندي هايد وان هايد، في عندي لينك وبروبرتيز وبروبرتيز. في عندي بعد كده اهم التولز بقى اللي انا بقى بستعملها اللي يعتبر عشان انا معمول النيفس وورك، كلاس سيكشن تول طريقه بشوف الكلاشز اللي موجوده، التايم لاينر. اوكي التايم لاينر اللي بيديني 4 دي، الناس اللي اشتغلت مع 4 دي قبل كده، الكوانتيفيكيشن. اوكي اللي هو يعتبر ال 5 دي، ما ينفعش ان انا اقارنه بالكوانتيتيز اللي بتطلع من ريفت. اوكي الكوانتيتيز اللي بتطلع من ريفت حاجه، كوانتيفيكيشن اللي مقصوده هنا حاجه ثانيه. اوكي ميشن وسكريبت وهكذا. اوكي بعد كده في عندي قائمه ثانيه اسمها الفيو بوينت، ودي هنتعامل معاها النهارده ان شاء الله باستفاضه قوي لان دي متعلقه اكتر، هي قائمه الفيو بوينت وقائمه الريفيو، الاثنين دول متعلقين بالفيجوال ريفيو. اوكي بعد كده عندي انيميشن انا مش هدخل فيها في الكورس بتاعي خالص. في بعد كده الفيو ودي ان شاء الله برضو هناخدها. اوكي في بعد كده الاوتبوت هناخد منها جزء، في جزء ثاني هسيبه بنشر ما بين 360، وبعد كده ريندر ودي برضو مش هدخل فيها، وهي الخطأ ما بتستعملش كتير في لان ريندر انجن الناس اللي
بتاع النيرس ورك مش بنفس القوه مثلا بتاع السيج ماكس. اوكي طيب لحد هنا يا جماعه في دي كانت الورك سبيس بتاعتنا. لو في سؤال عند حضراتكم تمام. طيب احنا زي ما اتكلمنا في الاول قلنا النيفس وورك كان في الاساس خالص معمول عشان يعمل كولابوريشن لمجموعه من المودلز مش بتشترك في نفس الاكستنشن. اوكي فطالما هو بيتعامل مع اكتر من نوع من الاكستنشنز لازم ان هو يتعامل معاهم بسيتنج مختلفه. اوكي لو انا عندي فايل اوتوكاد فالسيتنج المفروض ان هو يتعامل بيه، لو انا في عندي ريفيت فالريفيت ليه سيتنج ممكن ان هو يتعامل بيه، سيفل 3 دي فالسيفل 3 دي ليه سيتنج ثانيه خالص. اوكي فبقدر اجي السيتنج دي واتحكم فيها. في عندي هنا الاوبشن من فايل ريدر. اوكي من فايل ريدر انا في عندي اهم حاجتين اللي احنا هنتكلم عليهم النهارده، في عندي دي دبليو جي سيت وفي عندي الريفت سيت. اوكي بالنسبه للدي دبليو جي سيتنج انت دلوقتي اكتر حاجه بتتعامل معاها مع الدي دبليو جي مع النيفس ورك مش الاوتوكاد العادي. اوكي اللي انت بتتعامل معاه اكتر مع النيفس ورك بيبقى شغل ال 7 3 دي ساعه ما تيجي تسحبه على النيفس ورك. اوكي عشان كده بيبقى مهم قوي مهم قوي ان بعض السيتنج هنا تبقى متاكد جدا منها انت تشتغل ادت سي انك انت تسحب ال 7 3 دي جوه النيفس ورك. اتاكد ان اليونتس اللي انت شغال عليها موحده بين النيفس ورك وبين ال اوكي اللايرز ماشي، هتكونفرت اللاير اوف ولا لا، هتكونفرت الفروزن لايرز ولا لا. اوكي في مثلا الكونفرت جروبس ولا لا، انا بتكلم هنا على اهم حاجه يا جماعه مش بتكلم على كل الحاجات لان في حاجات من دي ممكن انك انت مجرد القرايه انت بتعرفها ماشي، بتكلم على اهم الحاجات اللي ممكن فعلا وانت بتسحب تعمل لك مشكله. لو انت مثلا بتشتغل على 7 3 دي هل هتاخد الاكس ريف معاك ولا لا؟ الفيوز اللي موجوده، البوينتس اللي موجوده، اللاينز، ايه اللي انت عايزه وايه اللي انت مش عايزه في ال 7 3 دي اللي جاي من عندك. فبعض الاحيان في 7 3 دي ما بنحتاجش مثلا ان احنا نعمل التكست خالص، ما بنحتاجش ان احنا ناخده معانا. اوكي في حاجه هنا موجوده عندي اسمها بوينت كلاود، حد عنده فكره ايه البوينت كلاود؟ تمام باشمهندس معتز، سكانر تمام كويس جدا. اوكي تمام باشمهندس حسام. معلش يا جماعه هنقولها بسرعه مش هاخد فيها وقت ان شاء الله. البوينت كلاود هو عباره عن الناتج اللي بيجي لي من عمليه الليزر سكاننج. اوكي الشكل بتاعه بيبقى حاجه زي كده، اتمنى انها تكون واضحه عند حضراتكم يعني. حجم الملف اصفر. باشمهندس احمد استيفي، باشمهندس احمد معلش انا مش فاهم، حجم الملف اصفر ولا اصغر؟ اوكي اصغر. لا هي الموضوع ملهوش علاقه بحجم الملف اصغر. اوكي البوينت كلاود ده بيبقى ناتج عن عمليه كامله، هو ملهوش علاقه بحجم الملف خالص يعني، بل بالعكس هو في بعض الاحيان بيبقى البوينت كلاود حجم ملف بيبقى حجمه عملاق مش صغير. وعشان كده زي ما المهندس الوليد بيتكلم ان هو بيتاخد في بعض الاحيان على الريكاب، ده برنامج تاني معمول من اوتوديسك عشان تعمل له بروسيسنج عشان يصغروا حجمه او يطلعوا من النقط اللي طالعه دي شكل مفهوم، لان الناتج بتاع عمليه الليزر سكان
يبقى عباره عن نقط. اوكي، النقط دي انا كبني ادم مخي بيعرف ان هو يترجمها لاشكال، انما ساعه ما بتحط طلب رمز 3 دي ما بتفهمهاش. فبيبقى عشان كده في بروسيسنج في النص عشان في تطلع حاجه زي ريندر فعلا، او مش لاب. تمام. اوكي، هي بتبقى حاجه اللي هو تتعمل I means in the setting. لا معلش، يا ريت توضح لي سؤالك يا باشمهندس احمد. باشمهندس احمد، تقدر انك انت تتكلم لو حابب، اعمل ان ميوت واتكلم. باشمهندس احمد، طيب لحد ما نحل المشكله دي انا مش هنسى السؤال بتاعك وهنرجع له مره تانية. اوكي، زي ما اتفقنا على use point cloud colors use ADT، الكلام ده كله الكلام ده بيبقى مستخدم مع الحاجات، مع البيانات اللي بتبقى طالعه من السيرفر 3 دي. الناس اللي تشتغل سيرفر 3 دي الكلام ده بيفرق معاها جدا. اوكي، وفي سؤال تاني ممكن الاستاذ محمد حنفي يسمح لي اتكلم. استاذ محمد انت معانا؟ السلام عليكم. الله يعطيك العافيه. طيب مفيش مشكله، انا هفضل فاكر السؤال بتاعك لان هو تقريبا مش موجود معانا دلوقتي. هفضل فاكر السؤال بتاعك وهنتكلم في مرض. شكرا. Cloud is set of data, point space, point cloud, originary, reduce. تمام قوي يا باشمهندس. تمام جدا. أنا مبسوط جدا إن أنا معايا ناس هنا ما شاء الله دايسة في الكلام ده، ودي حاجة كويسة. أوكي. باشمهندس أحمد الصيفي تاني، أنا ما نسيتش السؤال وهنرجع له تاني أو إن شاء الله بنفتح عليه. أوكي. عفوا. نرجع مرة تانية لهنا، مرة تانية من أهمها ساعة ما تيجي تختار الـ DWG أو DXF. أوكي، أهم حاجة بتبقى الوحدات. أوكي، واللايرز اللي موجودة عندي وتعاملك معها إزاي وجروب الصف والإكس ريف أو لأ. خد بالك دايما بيبقى في حاجة اسمها المودلنج استراتيجي وأنت شغال. أوكي، أنت هتسلم المودل بتاعك إزاي؟ أنت كاتب في الإكسكيوشن بلان المودل إزاي؟ هيتسلم فيه اكس رفات ولا انت كل موديل عندك يعني كل موديل عندك بيكون بس من موديل واحد، مفيش عندك موديل بيجي. اوكي، ما تستهنش قوي بالكلام ده. لو انت كاتب ان الموديل بتاعك ما فيهوش اكس رف، لازم انك انت ما تعملش الموديل بتاعك باكس رف حتى. اوكي، دايما التزم باللي انت كاتبه في البين اكسكيوشن بلان علشان اللي قدامك بتبص تلاقي ان هو بيراجع معاك او هو بيتعامل معاك بيتلخبط. اوكي، ما يعرفش انت كنت قصدي. فتاني من اهم الحاجات اللي موجوده عندي يعتبر مجموعه الحد هنا. اوكي، بقيه الحاجات الثانيه حضراتكم ممكن نكون تعاملوا معاها عادي، والله مش هيبقى فيه مشكله. بس خد دايما بالك دايما. اوكي، وانت بتاخد اليونتس اللي انت بتعمل بيها خلي دايما اليونتس تبقى موحده للاوتوكاد. اوكي، نيجي بعد كده على الريفت، وده بقى البوب الكبير عندنا شويه في الشغل. اول حاجه موجوده عندي convert element parameter all ولا none ولا element. اوكي، لما بعمل convert element parameter وبعمل none، WC اللي بيطلع عندي بيطلع اخف شويه، بس بيطلع من غير بارامتر خالص وما بيبقاش ليه اي لازمه. اوكي، لما بعمل elements في ان انا اخد بعض. اوكي، ودي هنشوفها في حاجه عندنا اسمها selection، اسمها البروبرتيز معلش بتاعت الاليمنت اللي اخترتها، وفي selection tree كمان هنشوف ان هو البارامتر اللي موجود عندي هي متقسمه على كذا حاجه. اوكي، متقسمه في حاجات ليها علاقه مثلا بالايتم نفسها، ايه البارامتر اللي على الايتم، في حاجات ليها علاقه مثلا ببارامتر
بارامتر المفروض هي تبع الريفت، بارامتر تانية موجودة تبع مثلا الاوتوكاد اوكي، وبارامتر تانية دايما مرتبطة قوي بالريفت اسمها elements اوكي. لما بختار له ما تطلعش كل البارامترز الموجودة، طلع كمية تعتبر متوسطة منها، مش كل الكمية، مش اقل مثلا، مش اقل حاجة مطلوبة، بس طلع لي elements بس. شير بارامترز البارامتر اللي موجوده في الاليمنت اوكي، البارامتر الموجود في الاليمنت. انت اشتغلت دازت اكسبورت شير بارامتر لو هي موجوده في الاليمنت؟ ايوه، لان هي بالفعل كل بارامتر اللي موجوده في الريفت عندي بتطلع في اليمنت اوكي. بس انا مش حابب ان انا ادخل في الحته دي قوي، لان في بعض الناس ممكن ما تبقاش عارفه ايه البارامتر اللي بتطلع في الاليمنت. انا نسيت واخدت متاخر، هل المحاضره مسجله؟ ايوه المحاضره مسجله اوكي تمام، نكمل. فيا جماعة أنا هدي مثال على الحتة دي عشان تبقى مفهومة، معلش هو الحتة دي المفروض أنا أشرحها بالتفصيل في المحاضرة الجاية أوكي، بس عشان يبقى مفهوم إيه الفرق بين elements وقول ونمبر. المودلز دي جاية لي من الريفت تمام. لما بمسك أي element موجود عندي في المودل دي، أنا أمسكه اللي هو الأزرق دلوقتي ده، لو دوست على properties بلاقي كل البروبرتيز بتاعت الاليمنت اللي ممسوك ده طبعا عندي، بس موجود عندي هنا في تاني، موجود عندي في اول تاب هنا حاجه اسمها ايتم، موجود بعض المعلومات اوكي. المعلومات دي هي بتبقى اكترها معلومات تعتبر جينيريك قوي اوكي، معلومات بتاعت الماتيريال اليمنت اي دي والاليمنت، والاليمنت ده اللي انا كنت بتكلم عليه ان هو دايما مرتبط بالريفت اوكي. فساعة ما بختار بيطلع لي ده بس اوكي، ساعة ما بختار all بيطلع لي كل الكاتيجوريز اللي حضراتكم شايفينها دي وبتحصل. ساعة ما بختار none ما بيطلعش معلومات خالص اوكي. طبعا المعلومات هنا كل ما المعلومات بتكتر لكل element، انت متخيل مثلا انت في عندك موديل مثلا بتاع ميكانيكال مثلا، ممكن هو يبقى فيه على الاقل خالص لو المبنى صغير مش اقل من مثلا 6000 عنصر اوكي، كل عنصر بيطلع بالانفورميشن بتاعه. انت متخيل لو ما فيش انفورميشن او لو في كميه متوسطه من الانفورميشن او لو في كميه كلها، متخيل الفرق في الوزن بتاع الموديل هيبقى عامل ازاي؟ هيفرق كتير اوكي. ايه اللي يطلع وايه اللي ما يطلعش يا جماعه؟ اللي بيحدد كده بيبقى الاتفاق في البيم اكسكيوشن بلان اوكي. الاتفاق في البيم اكسكيوشن بلان هو اللي بيحدد، وفي عادة كل الناس بتقول البارامتر تطلع اوكي، اللي بيطلعش البارامتر بنحس ان هو مخبي حاجة، عارف اللي هو في مشكلة فمش بطلع البارامتر كلها ليه اوكي. ففي العادة بيفضل طبعا ان انا بقول convert element parameter، بقول all اوكي. طيب convert element id اكيد طبعا، لان انا في معظم الاحيان ببقى محتاج ان انا اعرف الاليمنت id بتاع الاليمنت نفسه، لان النيرس وورك بيقدر ان هو يعمل حاجه اسمها بسم الله الرحمن الرحيم اللي هي اسمها سويتش باك اوكي. ان هو لو في اليمنت انت مختاره في النيرس وورك يقدر ان هو يختاره على ريفت. في حد بيسال؟ اوكي ماشي. طيب بس السويتش باك في اوقات ما بتبقاش فيه مثلا، لما بتبقى سبورتد في بعض الاحيان، وفي بعض الاحيان ساعه ما الناس بتيجي تعمل سويتش باك بتبص تلاقي ان الكمبيوتر بيعلق، حاجات مشاكل كتيره بتحصل، فبيستحسن طبعا ان الاليمنت اي دي يبقى موجود عندي. حتى ساعه ما باجي اطلع النيرس وورك بطلع ريبورت بكلاشز، الكلاش بيعرف الاليمنت بالاليمنت اي دي بتاعه، فبيبقى افضل من الاليمنت اي دي طبعا تبقى معرفه. تراي اند فايند ميسنج ماتيريال دي ترجع لك لو انت شغال في مرحله ديزاين اوكي، انت ممكن تعمل لها تشيك. لو انت شغال في مرحله الشوب دروينج دي بيبقى بالاتفاق ما بينك وبين البيم مانجر اللي في المقابل ليك، لو انت بي ام سي بيبقى اتفاق مع البيم مانجر بتاع المقاول، لو العكس بيبقى الاتفاق بالعكس. فروم ان اف ان في اس تي اي ار بي تي، معلش يا باشمهندس باشمهندس الوليد انا مش فاهم اوكي.
للتعامل مع برنامج التحليل الإنشائي كشركة IFC لاحقة. برامج التحليل الإنشائي مؤسسة IFC. معلش هو في حاجة أنا مش فاهمها، لأن هو ساعة ما بنكتب عربي وإنجليزي بيطلع الكلام مش مظبوط. طيب هو في اتنين بيسألوا، كمهندس محمد علي بيسأل بيقول دي بتظبطها جوه النيفس ولا ريفت؟ دي بتظبطها جوه الاتنين. اوكي، لو انت هتعمل سحب من جوه النيفس وورك، اوكي بتظبطها جوه النيفس وورك. كل ما بتيجي تفتح من جوه النيفس وورك خلاص الاكستنشن او خلاص اللي هو السيتنج اللي انت عاملها دي بتطبق على اي فايل ريفت. طيب لو انت بتعمل اكسبورت من الريفت بتظبطها جوه الريفت. انا كده جاوبت عليك مهندس محمد علي. تمام. بالنسبه لبشار، مهندس بشار لاحقت الاي اف سي. لاحقت الاي اف سي دي من اهم اللواحق اللي معموله، اوكي، لان اساسا الاي اف سي يعتبر ما فيش برنامج بيتبع حاجه اسمها بروتوكول الاوبن بن الا ما بيبقى يقدر ان هو يتعامل مع الاي اف سي، اوكي، فبالتالي هو يعتبر حاجه جينيريك جدا ولازم ان هو يتعامل معاها نيفس وورك، لو لان النيفس وورك وكل برامج اوتوديسك بتتبع الاوبن بن. اوكي، فالحقيقه الاي اف سي برضو بنقدر ان احنا نطلعها ونقدر ان احنا نتعامل معاها دايركت جوه النيفس وورك. انا كده رديت على سؤالك ولا حضرتك كان ليك سؤال تاني؟ باشمهندس بشار. تمام، نرجع مره تانية. طيب نيجي بعد كده الحاجه ده مهمه قوي، الكوردينتس. وفي عندي حضراتكم في اختيارين، في شيرد كوردينتس في بروجكت انترنال. اوكي، ايه البروجكت انترنال وايه الشيرد كوردينتس؟ ودي انا هستاذنكم يا ريت كل الناس تدلي بدلوها دلوقتي على الشات وتقول ايه الفرق بين الشيرد كوردينتس وبين البروجكت انترنال. دلوقتي بتعامل مع ريفت يا جماعه، لوكال اند جلوبال، بمعنى يا باشمهندس هي على فكره هي فعلا لوكال اند جلوبال، هي بروجكت انترنال وشيرد كوردينتس. شيرد ويز اذرز وورلد. تمام باشمهندس وليد. تمام، صص الواحد والكل. تمام، بروجكت انترنال هيدن بوينت. تمام قوي باشمهندس اسامه. تمام، بيس بوينت اور جي بي اس بوينت. تمام، على فكره شير داخلي الشركه. لا باشمهندسه هناء، انا مش متاكد من الاسم، معلش عشان الاسم بالانجليزي. شير داخلي شير مع شركه اخرى؟ لا، هو الموضوع ما لهوش علاقه بكده خالص. اوكي، الموضوع فعلا زي ما الناس بتتكلم عليه، هو النقطه الداخليه نقطه البيس بوينت بتاعه البروجكت ولا الشيرد كوردينتس اللي احنا بنتعامل بيها. الشيرد كوردينتس اللي زي ما المهندس وليد الوليد ادم قال هي الوورلد كوردينتس اللي هي نورث والايست والريجن والكلام ده كله. اوكي، وعشان كده الكلام ده بيسمع بصوره ما في الريفت، ان هو ساعه ما بنبدا نتعامل في مشروع كبير يا جماعه وبنبدا نتعامل مع شركات كتيره، بنطلب ان هو كل الناس اللي موجوده ساعه ما تيجي تتعامل بالشيرد كوردينتس. ما حدش يعمل باي لوكال بوينت، ما حدش يعمل باي بيس بوينت، ما حدش يعمل الكلام ده خالص، كله يشتغل بالشيرد كوردينتس. تمام، ف لو انا شغال في نفس الشركه، اوكي، بروجكت بيس بوينت، تمام، اللي هو البيس بوينت اللي موجود عندي هتطابق مع البيس بوينت الثانيه والموضوع هيخلص. تمام قوي، بس حتى دلوقتي الكلام ده ما بقاش صح. معلش خليني مهندس احمد زيدان، خليني اخلص بس النقطه بتاعه البيس بوينت والشير كوردينتس وبعد كده هرجع لحضرتك ايه هي صيغه الاي اف سي. اوكي، فهنرجع تاني يا جماعه، الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه ان هو دلوقتي انا لو في شركه صغيره في مشروع صغير، اوكي، بيس بوينت او شيرد كوردينتس مش هتفرق،
بس صدقني بعد فترة هتلاقي اوتوماتيك انت لو حتى مشروع صغير انت بتفضل ان هو يبقى شير الكوردينتس. ليه؟ لان المشروع الصغير ده ممكن يبقى جزء من مشروع كبير. اوكي، فبتحصل مشاكل كتيره قوي ساعه ما بتبقى شغال بالبيس بوينت بتاعت المبنى قدم، وبعد كده تلاقي لا يا جماعه ده جزء من المشروع، احنا عايزين الكوردينتس الاساسيه اللي هيبقى موجود فيها المبنى ده هو فين. بتلاقي ساعتها انك انت مطلوب منك انك انت تعمل شغل كتير قوي وتعيد شغل كتير قوي علشان تقدر انك انت تسلم بالاكستنشن المطلوب بالمعلومات المطلوبه. اوكي، فبيفضل دايما ان انا في الريفت وانا شغال بشتغل شيرد كوردينتس، وبالتالي ساعه ما باجي اخد هنا عامل سور باخد برضو بالشيرد كوردينتس. اوكي، كونفرت انيمنت بروبرتيز برضو لازم طبعا. لايتس ويو ار الز دي بصراحه انا مثلا كواحد ما استخدمهاش، لان كلايتس انا يعني عارف في اللي هو انت بتعمل كونفرت اللايت، هي بتاخد وقت كتير قوي عشان تعمل كونفرت، وفي نفس الوقت في الاخر انت كمراجعه لايت لا، الموضوع ما بيبقاش بقوه دي. اوكي، برامج لايت، في برامج تانية بتعمل الكلام ده، هو زي مثلا زي دايلوكس ايفو. اوكي، بتقدر ان هو تراجع اللايت بصوره احسن بكتير قوي من اللي بيراجعها نفسه. convert URLs، URLs بيحصل لها convert في حالة انك انت في عندك links انت فعلا محتاج انك انت تضيفها. اوكي، ودي بتبقى في العادة في مرحلة construction اكتر مش في مرحلة design. اوكي، اللي بعدها convert linked rivet files، دي زيها زي برضو موضوع XRF اللي بتبقى موجودة في الاوتوكاد. لو انت في الاتفاق في البين execution بلان قلت انك انت هتسلم الموديل باللينكات اللي عليه، اوكي، لو انت في الاتفاق قلت انك انت كل لينك عباره عن تسليمه لوحدها فبتشي طبعا على نفس الصح اللي موجوده هنا. اوكي، وده بيبقى حاجه برضو تبع المودرنج استراتيجي اللي انت بتبقى كاتبها في الدينكس فيوشن بلان. كونفرت لينك كات فورماتس ينطبق عليها برضو نفس اللي موجود فوق، ولو ان معظم الاحيان احنا نشيل دي خالص. اوكي، الا من رحم ربي في بعض الناس بتحب انها تخليها علشان مثلا في ليفل مش كامل. اوكي، في بعد كده divide file into levels دي لازم طبعا. convert construction parts دي طبعا بتبقى مهمة في الشوب دروينج وفي حالة ال construction ال LOD 400 مطالة وال 500. convert room geometry دي ساعة ما بتعملها بتبتدي ان هو ال elements الموجودة عندك ال element room نفسها تبقى physical element. اوكي، في بعض الناس بتفضل انها تعملها وفي بعض الناس ما بتفضلش انها تعملها. اللي بيفضل يعملها عشان ساعه ما يتقال من تحت اي مكان يقدر يختار الاليمنت ده فيعرف المعلومات اللي عليه فيجيب هو في اي مكان. اللي بيفضلش يعملها لان هو بيبقى اليمنت مش ظاهر. اوكي، فبيضايق بعض الاحيان وهو بيعمل نافيجيشن جوه المود نفسه. وطبعا روم اتريبيوت هنا حته مهمه قوي. كونفرت انتاير بروجكت ولا فيرس 3D ولا نيفيس ورك فيو. لو انا اخترت انتاير بروجكت كل اليمنت موجود عندي في البروجكت بتاعي بيتعمل له كونفرجن، ماشي، حتى لو الاليمنت ده انا مش عايزه. هو في اليمنتس انا بحطها في الريفت مش عايزها، الاليمنت اللي بتبقى يا جماعه بتاعت الكوبي مونيتور ما بنحتاجهاش. اوكي، لو انت دلوقتي مثلا في عندي مثلا قسم ميكانيكا وقسم عماره، الاثنين شغالين على البلامينج فيكستشر، واحد بيحطها والتاني بياخد منها كوبي مونيتور. اوكي، ساعه ما باجي اعمل في النيرس ورك فايل بتبقى في عندي مشكله ان هو بيبقى في عندي اليمنت متكرر مرتين. اوكي، فلو خدت انتاير بروجكت بيبقى فيه مشكله، بلاقي ان الاليمنت ده موجود عندي مره في ميكانيكا فده مش صح. اوكي، فيرست 3 دي فيو ما بنحبذهاش خالص، لان ده بياخد اول 3 دي فيو ويروح محوله وهو اللي بيجيبه لك هنا. دي هي اللي في معظم الاحيان احنا بنستخدمها. ايه النيرس ورك فيو ده؟ ده فيو انت بتعمله في الريفت. اوكي، الفيو ده هو انت بتكتب مثلا عليه نيفس وركس، ان هو بيبقى فيه ان اي في اي اس. اوكي، مش فاكر والله اول خمس حروف من كلمه نيفس، هو مجرد ما بيلاقي كلمه نيفس موجوده في عندك 3 دي فيو يفهم ان هو ده المطلوب ان هو يغيره او يحوله او يطلع الموديل فيه. مستو ايه؟ مستو ان هو الاليمنتس اللي مستخبيه في النيفس ورك فيو هتيجي عندك
مستخبيه هنا في النيرس ورك. النيرس المستخبيه الاليمنت المستخبيه عندك في الريفت في النيرس ورك فيو تيجي عندك هنا مستخبيه في النيرس ورك هنا. اوكي دي بتفضل طبعا التعامل معاها عشان الدوبليكيتد اليمنت. لو انت في عندك اليمنت مكرر مرتين مكرر في موديل معين وفي موديل تاني زي ما قلنا المثال بتاع البلامي فيستشر اللي موجود عند المعماري وموجود عند الميكانيكا باجي عند الميكانيكا واقول له يا جماعه لو سمحتم خبوا الاليمنتس اللي هي في النيرس ورك فيو. اوكي فساعتها بيجي عندي الاليمنتس دي ما بتبقاش ظاهره مرتين. ماشي نرجع كان في سؤال ما هو النقطة دي تتمسي شيرت ليفل عند جريدز ولا ايه؟ معلش مش فاهم انا مش فاهم السؤال ده يمكن عشان اللي هو العربي في نفس الوقت فزي ما قلت لك اللي هو كتابة تبقى شواطحة يعني ممكن حضرتك تكتب كله بالانجليزي فعلا وهفهمه ان شاء الله يعني. Convert linked Revit models. تمام. دي مالها؟ حضرتك بتتكلم ان هو لو في مثلا انا عايز shared levels and grids فانا عشان كده بعمل convert according to shared levels and grids فانا بعمل convert linked Revit models هو ده اللي حضرتك تقصده؟ ان انا بضطر ان انا اعمل convert the linked ريفت مودلز عشان شيرت مودلز اند جريدز. لا لو انا عندي شيرت مودلز اند جريدز انا ممكن ان انا الموديل اللي موجود فيه شيرتز لو هو موديل منفصل ممكن ان انا بعمله لوحده. اوكي ان اوردر تو بيتر كوردينيشن بقول حضرتك انت ممكن الموديل ده هو لو انت مثلا في عندك في كل موديل معمول له شيرت ليفل اند جريدز ممكن انك انت تعمله لوحده تعمل له ان دبليو سي لوحده. اوكي بس خد بالك انت ساعه ما بتقول كونفرت كل اللينكس اللي موجوده هو بيفهمش هو بياخد كل اللينكس وخلاص. اوكي فهو انت دلوقتي هتستفيد من ان هو جاب لك الشيرت موديل اند شيرت ليفلز اند جريدز موديل. اوكي بس في نفس الوقت هو هيجيب لك حاجات ثانيه انت مش هتتحكم فيها. فتاني بص هو معلش لحظة بس هخلص اللي هو الإجابة على السؤال بتاع المهندس أسامة وهرجع لحضرتك تاني. فتاني دلوقتي موضوع انك لا ما بتقدرش انك انت تعمل سيجريجيشن ده ما بتقدرش انك انت تميز ايه اللي يظهر طالما قلت له convert links كل links هو ملهوش دعوة. اوكي اتمنى ان اكون جاوبتك. معلش في سؤال قبل كده بتاع المهندس احمد زيدان ايه هو الاي اف سي حتى لو عندك سيلكشن تري حتى لو عندك سيلكشن تري هتضطر انك انت تدخل على كل موديل وتخبي الحاجات اللي انت مش عايزها وده مش صح ده متعب. ماشي انا دلوقتي مثلا شغال في مشروع في عندي 120 مبنى تخيل 120 مبنى لو انا بدخل على كل مبنى موجود بخفي موديلز علشان اظهر في الاخر الشيب ليفلز اند جريدز لا الموضوع بيبقى غريب. بس هقول لك على حاجه يا باشمهندس اسامه خلينا نتفق على ان هو ما فيش حاجه صح وما فيش حاجه غلط. اوكي طالما انت فاهم ازاي التول بتستخدم انت تقدر انك انت تعمل معاه كويس. انا واحد من الناس بفضل ان انا ما اعملش لينكس بفضل ان انا ما اعملش كونفرشن لينكس لو انت عارف انك انت تتعامل معاها ولو انت بالنسبه لك ده اسهل. اوكي ليه ما اعملهاش؟ بس انا واحد مثلا من الناس لا حبش اعمل كده خالص. اوكي اتمنى ان اكون رديت لك على السؤال بتاعك. تمام اوكي باشمهندس احمد زيدان كنت سالت على ايه الاي اف سي. دلوقتي احنا عندنا في العالم اللي احنا موجودين فيه ده كميه برامج لا حصر لها البرامج. اوكي ما ينفعش البرامج دي كلها تشتغل بم كل برنامج من شركة غير التانية ويبقاش فيه حاجة بتوحدهم. الحاجة اللي بتوحدهم دي طلع منظمة الأوبن بيم. أوكي طلعت منظمة سوريا عملت حاجة اسمها الأوبن بيم. الأوبن بيم ده عبارة عن بروتوكول من ضمن الخصائص بتاعته إن هو مفيش برنامج يسمح ليه
ان هو يطلق او ينتمي للمنظمه دي غير لما يكون بيطلع حاجه اسمها IFC او Industrial Foundation Class. اوكي، في ناس بتلخبط ما بين IFC ماشي وبين IFC ايش فور كونستراكشن. هي مش ايش فور كونستراكشن، Industrial Foundation Class دي اكستنشن. اكستنشن بيطلع بيبقى موحد ازاي البرامج كلها بتعرف الالمنتس. اوكي، على سبيل المثال IFC underscore door. اوكي، ده تعريف الدورز اللي موجوده في الاي اف سي. واتيفر الدور ده، هو طالع من ريفت، طالع من بنتلي، طالع من اي برنامج تاني، طالما البرنامج ده معرف ان هو تابع الاوبن بيم فهو بيطلع صيت اي اف سي وبيتعامل مع الاي اف سي بنفس الطريقه وبيقرا الاي اف سي. فده الاي اف سي، واتمنى اكون جاوبتك. باشمهندس احمد زيداني، يا ريت تقول لي انا جاوبتك ولا لا. طيب باشمهندس حسام توفيق، لماذا يتم الطلب من ميكانيكا؟ باشمهندس حسام توفيق، لماذا يتم الطلب من ميكانيكا اخفاء بعض العناصر المكرره في المعماري وانا ممكن اغلقها من الموديل المعماري؟ بص يا باشمهندس، الحته دي اوكي فيها اختلافات كتير. اوكي، تتقفل عند المعماري، تقفل عند الميكانيكا. طب معلش انا هرجع تاني المهندس محمد علي ومهندسه اسراء، بس معلش هرد على السؤال بتاع ميكانيكا ومعماري. اوكي، تاني، لماذا يتم الطلب من ميكانيكا اخفاء بعض العناصر المكرره في المعماري وممكن اغلقها من الموديل المعماري؟ اوكي، على حسب يا باشمهندس، على حسب. وعلى فكره اللي بيتحكم في الموضوع ده هو الناس بتاعه التسعير. اوكي، لو انا دلوقتي الاليمنت ده المفروض هو يتسعر تبع ميكانيكا، اخلي المعماري يقفله واسعره تبع ميكانيكا ماشي، او اخليه في الموديل بتاع ميكانيكا والعكس. اوكي، اللي بيتحكم في الكلام ده هو تاني الناس بتاعه التسعير. ولو من الوهله الاولى كده خلينا ان احنا نتكلم، انت كلامك صح. اوكي، البلاني فيكستشر هي المفروض انها تسعر عن الميكانيكا مش تسعر عن المعماري، فبالتالي انا المفروض اقفلها عليك. تمام، اوكي، والعكس بالعكس. نرجع تاني اي اف سي، بس ساعات كتير في حاجات بتقع من الاي اف سي. تمام تمام، بس الاي اف سي معمول اوكي لغرض، الغرض ده هو ان هو يبقى الفايل نفسه، يعني عارف اللي هو ايه، حاجه جينيريك قوي تقدر تتعامل معاه كل الفايلات الثانيه. اوكي، وعلى فكره الحاجات اللي طالعه من الاي اف سي ما بتبقاش فيزيكال اليمنتس. اوكي، هي معظميشن. اوكي، وبعض الانوتيشن او الانوتيشن كلها طبعا. اوكي، بس هي في معظم الاحوال هي بتبقى انفورميشن مش فيزيكال اليمنتس. اوكي، اي اف سي ولا معلش باشمهندسه اسراء، داخل فايل نيفس بيه موديل ريفت عادي كان قابل فيه فايل اي اف سي ولا اعتبر فايل؟ انا فهمتش، معلش يا جماعه، هو معلش خلينا نتكلم. اطلب بس من حضراتكم حاجه، ساعه ما بتدمج عربي انجليزي انا ما بعرفش نقرا خالص، لان هو بيجي كلمه قدام وكلمه ورا فبيبان عندي مختلف يعني. ف انا هقول اللي انا فهمته، ان هو دلوقتي لو انا دلوقتي في عندي اي اف سي جوه موديل ريفت اوكي وبطلع الان دبليو سي، مظبوط، ممكن ان هو الان دبليو سي اللي بيبقى طالع ده هو يعتبر ان هو حاجه مدمجه بكل الحاجات اللي موجوده جوه الريفت، ممكن. اوكي، ولو ان الافضل لو انا عندي اي اف سي بخلي الاي اف سي ده هو حاجه لوحدها وبخلي الريفت حاجه لوحدها. اوكي، علشان ما اتعملش برده باللي هو المنطق بتاع اللينكس. اوكي، طيب نرجع تاني يا جماعة. اوكي، opening and appending file، احنا قلنا ايه الفرق بين saving refreshing، دي احنا اتكلمنا عليها، نتكلم دلوقتي على merging. اوكي، زي ما اتفقنا يا جماعة، في تحت append في حاجة اسمها merge. ايه merge؟ زي ما اتفقنا قلنا ان ال NWF او النيفس ورك بيسجل حاجه اسمها NWF. اوكي، NWS نيفس ورك فايل ماشي،
النيفس ورك فايل يبقى جواه، ونفرض مثلا هنا ما في عندي نيفس ورك فايل ده بتاعي موجود جواه اثنين موديل، واحد فيهم ان دبليو سي والثاني ريفت والاثنين معماري، وفي عندي ان دبليو اف بتاع نفس المبنى مثلا في فايل انشاء وفي فايل ميكانيك. ماشي، عايز ان اجمعهم كلهم. اوكي، ساعتها بجمعهم كلهم بايه؟ بجمعهم بميرج. اوكي، ميرج ده بيعمل ايه؟ بيجيب الفايلات المختلفه دي ان هو يجمعها. طيب لو الفايلين اللي انا بجمعهم دول مثلا الفايل اللي قدامي ده في معماري، الفايل الثاني في معماري وانشائي وميكانيكا، هل هيجيب لي المعماري مرتين؟ لا، ميرج بيجيب الموديل مره واحده. اوكي، بيجيب الانوتيشن، بيجيب البروسس اللي موجوده على الموديل مره واحده. بيجيب. في سؤال دمك مظبوط؟ اوكي، ايه دمج ال NWF نيفس ورك فايل؟ يبقى تاني، يبقى اللي بيعمله الميرج اوكي ان هو بيدمج NWF مع NWF تاني. اوكي، الحاجات المختلفه بس، لو في حاجه متشابهه ما بيجيبهاش. اوكي، لو في كومنت متشابه موجود على موديل وموجود على الموديل التاني بيجيبه، ما بياخدش الاثنين. لو انا عامل كلاش تيست هنا، هو كلاش تيست هنا اوكي، لسبب ما مثلا مجموعه الموديل اللي هنا اتشابهت مع مجموعه الموديل اللي هنا، بياخدهم مره واحده، ما بياخدهمش مرتين. ماشي، تاني الميرج بيشتغل مع الان دبليو اف. اوكي، لحد كده في سؤال يا جماعه؟ تمام، اوكي. طيب باشمهندس محمد، في بعض الاحيان يا باشمهندس بنطلب مثلا من يبقى في مثلا التيم بتاع البيم، يبقى بيم مانجر. اوكي، ممكن في بعض الاحيان بيبقى البيم مانجر هو نفسه بيم كوردينيتور بتاع قسم الاقسام، وممكن لا. اوكي، مع المشاريع الكبيره لا طبعا، بيبقى الموضوع صعب جدا. مع المشاريع الصغيره ممكن. اوكي، بس هو بيبقى مثلا بيم مانجر وفي عندي كوردينيتور معماري، او ممكن كوردينيتور معماري وانشائي وكوردينيتور ان اي بي. بيعملوا ايه؟ بيبقى كل واحد فيهم فيه عنده مثلا ان دبليو اف موجود فيه المودلز بتاعته، فكوردينيتور الان اي بي بيبقى فيه عنده ان دبليو اف موجود عليه المودلز بتاعت الان دبليو اف. اوكي؟ سوري معلش، كوردينيتور الان اي بي بيبقى موجود عنده ان دبليو اف فيها المودلز بتاعت الان اي بي. كوردينيتور المعماري والانشائي موجود عنده ان دبليو اف موجود فيها معماري وانشائي. الاثنين بيخلصوا ازاي؟ بنجمعهم بميرج. باشمهندس شادي، في مثال على كده وازاي يعمل دمج، احنا ممكن نعمله دلوقتي. انا في عندي الموديل اللي موجود عندي ده. اوكي، وهنعمل موديل تاني بسرعه. يبقى انا عندي دلوقتي الموديل ده ار اي سي، هسميه تيست واحد. ك
تيست واحد. اوكي انا دلوقتي موجود عندي تيست واحد وتيست، هاجي دلوقتي بدل append هعمل merge هاخد تيست. اوكي تمام يا جماعه. طيب وفي حاله انها مثلا لو كان موجود عندي ارك لينك موديل، اوكي عندي مثلا في تيست وفي تيست واحد الاثنين موجود فيهم ارك لينك موديل دوت ان دبليو سي، ساعتها بيتسحب مره واحده بس. ليه؟ عشان انا عملته بمانج. اوكي ارجو ان يكون كده الموضوع ده. طب مثلا اتكلم فويس هيكون افضل. والله لو انا مش عارف المهندس محمد معانا ولا لا، لو ينفع نفتح يا باشمهندس الفويس بعد اذن. تمام يا باشمهندس. انا تحت امر حضرتك. اللي طبعا يعمل ريز هاند خليك للاخر مفيش مشكله. اوكي اوكي ممكن يبقى حضرتك اكون المهندس احمد. طيب استنى حضراتكم بس هناخد بريك بس 5 دقايق اشرب بس ميه ونرجع تاني. هناخد بريك 5 دقايق انا هرجع هنا 37 بالظبط. تمام شكرا يا جماعه. شكرا. مش فاهم هو احنا بنتكلم على ان هو بيدمج كل حاجه، يعني العناصر المكرره بس هي اللي ما بيدمجهاش، هي اللي بياخدها مره واحده. فاكيد لو في عنصر تم تعديله بياخده. تمام في سؤال تاني؟ انا جاوبتك على سؤال مهندس ايمن. مهندس اسامه العزيزي
العزيزي. ممكن فاين النيفز اللي فيه ملفين ما ينفعش احذف من الملف الريفت. مش فاهم دي فعلا. ممكن فايل النيفز اللي فيه ملفين ما ينفعش احذف منه ملف الريفت. واكيد اكيد ينفع احذف منه ملف الريفت، بس ايه المشكله؟ مش هو ده اللي حضرتك تقصده، ان انا احذف ملف الريفت من الفايل اللي فيه ملفين؟ ممكن احذف، ما فيهاش مشكله خالص. التست فايل ده من العنصر الذي تم تعديله تاني باشمهندس. لنفس العنصر الـ ID. مهندس أسامة العزيزي، معلش هرد بس على المهندس أسامة وبعد كده ارجع للمهندس أيمن تاني. وي كان ديليت ريفت. بالظبط، نقدر ان احنا ديليت ريفت، مفيش مشكله خالص. اوكي، اقدر ان انا دلته قبل الدمج وبعد الدمج، ما فيهاش مشكله. باشمهندس كار الدين مصطفى وباشمهندس ايمن عليش، ده نفس العنصر الاي دي. ما هو خلينا نتكلم يا باشمهندس، ان انت دلوقتي انت عندك ده تم تعديله فين؟ تم تعديله في ريفت. اوكي، فبالتالي انت بعد ما تم تعديله ده هو طلع منه NWC ده هو راح، فبقى في الاثنين متعدل، مش فايل والتاني لا. تمام، يا اما يبقى ساعتها انت بتتكلم على فايلين مختلفين، ولو فايلين مختلفين يا باشمهندس لا متعدل. اوكي، انما لو انا بتكلم على نفس الفايل مسحوب هنا ومسحوب هنا، فايه المشكله؟ هو خلاص هو اتعدل هنا وتعدل هنا، التعديل تم في الريفت، ما تمش في النيفس وورك. انت معايا؟ Please can you show me. تمام باشمهندس أسامة العزيز، دلوقتي يا باشمهندس انا موجود عندي هنا فايل الريفت ديليت، سواء من هنا او من التاني. مهندس أسامة العزيزي، معلش يا باشمهندس سامحني، بس انت متخيل اللي انا فيه؟ انا بقرا اسامي عربي والانجليزي، فسامحني والله. اكيد ما اقصدش disrespect يعني. تمام، طيب نكمل. اوكي، نيجي للتوبيك اللي بعد كده، selecting objects. اوكي، سيلكتنج اوبجكت يا جماعه، لو انا دلوقتي انا في عندي اوبجكت معين انا عايز ان اعمله سيلكشن، الاول بعمل سيلكشن منين؟ بعمل سيلكشن من هنا. اوكي، في عندي سيلكشن الاولانيه اوبجكت واحد، سيلكشن الثانيه دي لو انا هختار مالتيبل اوبجكت. اوكي، لو انا في عندي اكتر من اوبجكت عايز ان اعمل لهم سيلكشن، بعمل ساعتها سيلكشن بوكس وبختارها اكتر من اليمنت في نفس الوقت اختارها. اوكي، طبعا لو انا فاتح السيلكشن تري وانا بختار بيقول لي ايه الاوبجكت اللي هو اختارها، ولو انا فاتح كمان البروبرتيز وانا بختار بيقول اللي اخترتها. هناخد البروبرتيز هنا كده زي بنعمل مع الريفت، وادي عندي السيلكشن تري، يبقى انا هنا مختار 6000 بروبابل اوبجكت. اوكي، طيب انا هنا اخترت. اوكي، انا هنا اخترت ايه هنا؟ لو انا بصيت هنا اختار لي بيزك روف وقايل الحاجات بتاعته المعلومات بتاعته كلها. طيب انا هعمل حاجه بسيطه كده، ادوس هنا على السهم الصغير بتاع سيلكت اند سيرش. اوكي، وفي عندي حاجه هنا اسمها سيلكشن ريزوليوشن، هي كان دلوقتي موجوده على فيرست اوبجكت.
اوكي دلوقتي اخليها على فايل واشوف لو انا اخترت دلوقتي دوست كده ايه اللي هيحصل. لو انا اخترت دلوقتي هو اختار لي الفايل بالكامل. اوكي فتاني ايه اللي انا اقصده من اللي انا عملته دلوقتي هنا؟ النيفيس وورك فيه حاجه هي ما تعتبرش كويسه وما تعتبرش وحشه في نفس الوقت، بس هي نوع اوكي ان هو بيعمل فلتر للاختيار بتاعك. لو انت قلت له دلوقتي اعمل لي فلتر بالفايل هو بيختار الفايل كله، اعمل لي فلتر باللاير اللي مقصود باللاير مش لاير الاوتوكاد على فكره يا جماعه. اوكي هي ممكن في حاله الاوتوكاد هي لاير الاوتوكاد، في حاله الريفت هو مثلا ممكن هو يكون بيتكلم على الليفل. اوكي فيرست اوبجكت اول اوبجكت هيقابله، لاست يونيك ما بتختلفش كتير، لاست اوبجكت برضو ما بتختلفش كتير، جيومتري دي بقى احنا بنتكلم بقى عن المكونات بتاعت الاليمنت نفسه. فانت تخيل مثلا كده انت عندك فاميلي، اوكي الفاميلي اللي موجوده ده هي فاميلي باب مثلا، فالفاميلي بتاعت الباب ده هي كانت مكونه من الحلق والباب نفسه والهاردوير. اوكي فلو انت اخترت بالجيومتري انت تقدر انك انت تختار الحلق لوحده والباب نفسه، الباب كجسم لوحده والهاردوير لوحده. اوكي في العاده مع الاستخدام اخليها دي على الفيرست اوبجكت، اغير الكلام ده ممكن تبقى لاست اوبجكت او لاست يونيك على حسب لما ابقى شغال بال NWD. اوكي لان NWD بيزود لي ليفل هنا تاني، فبالتالي كل الفات اللي موجوده قدامي هنا دي تتغير. اوكي في حاله ان انا بشتغل بالطريقه دي فيرست اوبجكت ما فيهوش مشكله، لاست اوبجكت برده ممكن هو برده ما مش في مشكله قوي لاست يونيك. اوكي في حاله ان انا بشتغل بال NWD لا الموضوع بيتغير كتير قوي، ساعتها ببتدي ان انا اجرب ايه هو الاليمنت الصح او ايه هو الاوبشن الصح اللي بيجي معايا علشان لما اختار الاليمنت يطلع مظبوط بتاعته. في سؤال هنا ان في ام، معلش مش فاهم ان في ام معناها ايه. باشمهندس اسامه العزايزي اعتقد انك انت من دول من اللي هي من الدول شمال افريقيا. نيفيس وورك مانج من مصر. تمام يا باشمهندس. اوكي نرجع هنا تاني. لما بختار element زي ما اتكلمنا nevermind اوكي اوكي اتكلمنا. لما بختار element انا بتيجي عندي هنا properties حاجات كتيرة قوي، وهنا عندي في الستاندرد تري بيقول لي ايه ال element اللي اخترته. اوكي هنا عربت دايما بتبقى اكتر properties الموجودة لأي element موجودة عندي هنا في حاجة اسمها element. اوكي بقدر ان انا لو اخترت اي element سواء MEB سواء انشائي معظم البارامترز والشيرد بارامترز اللي بتبقى موجوده واللي انا بحتاجها في الشغل بتبقى موجوده عندي هنا. اوكي فمثلا الايتم ده كان بيزك روف. اوكي كل المعلومات المتاحه عن البيزك روف هتلاقيها هنا. تعالى اختار ايتم تاني مثلا خلينا نختار الايتم ده. الايتم ده هو لايتنج فيكستشر. اوكي من الفلايت لينير لو انا جيت برضو على اليمنت هبص الاقي كل المعلومات برضو اللي المفروض انها موجوده في الريفت برضو موجوده عندي هنا. طيب انا ليه بقول الكلام ده؟ الكلام ده هو هينفعنا بعد كده ان انا اتعرف على الاليمنت الموجود ده هو ازاي اعمل له فلتره. انا في دلوقتي اليمنتس كتير قوي موجود عندي جوه المودلز اللي قلت. اوكي لو انا حبيت ان اختار اليمنت معين اليمنت واحد اليمنت بعينه المفروض ان انا اشوف الحاجات المشتركه او الحاجات اللي انا اقدر بيها ان انا ادور عليها. اوكي الحاجات دي بلاقيها فين؟ بلاقيها في العاده لو انا بشتغل مع ريفت مع ايتم ومع اليمنت. اوكي في سؤال لحد هنا؟
طيب نيجي بعد كده بقى على الحاجات اللي انا بقدر ان انا اعملها على الاليمنت اللي انا مختاره ده. لو انا في عندي اليمنت مختاره ازاي بقدر ان انا اعمل هايلايت، ازاي بقدر ان اعمل سيكشن كي، الحاجات دي هي دلوقتي هي اللي احنا هنشوفها. اولا لو انا في وعايز ان اعمل له هايد بستخدم التولز بتاعت الفيزابيلتي اللي موجود عندي في هوم، ممكن هايد على طول، واللي انا كنت بستخدمه من شويه كان كنترول اتش، حاجات اللي بتظهر هنا. لو انت دوست كنترول اتش او لو دوست هايد انت قدرت انك انت تخبي الاليمنت اللي كان موجود. اوكي طيب كنترول اتش هايد. طيب لو عايز اظهر كل الاليمنت اللي لسه مخبيها او الاليمنت اللي كنت لسه مختاره دلوقتي هنهايد اول. هنهايد اول طبعا بيراجع كل حاجه كانت مختفيه لصح. اوكي طيب خلينا نشوف حاجه ثانيه. الاليمنت ده هفتح هنا بس سيلكشن 3، فانا الاليمنت اللي بختاره بيبقى موجود عندي في سيلكشن 3 هنا كنترول اتش. خدت بالك ان الاليمنت ده هو حصل له دام هنا؟ اوكي حتى لو انا مش مختاره من السيلكشن 3 بقدر ان اختاره، بقدر ان اعمل له انهايد. اوكي طيب دي هايد. طيب لو انا عايز ان انا اعمل ايزوليت، اوكي عايز ان اختار اليمنت بعينه والاليمنت ده هو اللي مركز عليه، مثلا نختار مثلا الشباك ده جزء من الكرتون وول. اوكي لو انا عايز ان انا اعمل له ايزوليت في عندي هنا هايد ان سيلكتد، خبي كل حاجه ما عدا الحاجه اللي انا ماسكها. اوكي وفهم بلاقي البروبرتيز بتاعتها. طبعا الكلام ده هو ينطبق على اليمنت واحد او ينطبق على مجموعه من الاليمنت اللي عامل لها سيلكشن بالسيلكشن بوكس. اوكي طيب نيجي الحاجه بقى مهمه بقى قوي عندنا، ودي بقى تعتبر بقى بدايه بقى اللي هو المحاضره المفروض اتكلم عليها. احنا اتكلمنا ان احنا موضوع المحاضره الاساسيه هو المراجعه على الموديل او الموديل كوردينيشن باستخدام النيفس فورك. اوكي واتكلمنا بسرعه قوي، قلنا ان هو المحاضره هتبقى او المحاضرتين او اللي هو السيشنز يعني هيبقوا محاضرتين. اوكي المحاضره الاولى هنتكلم فيها عن الفيجوال ريفيو، المحاضره الثانيه هنتكلم فيها عن الكوردينيشن عن طريق الكلاش سيكشن تول. طيب ليه الموضوع بتاع اللي هو الكوردينيشن احنا قلنا فيه الفيجوال فيو وبعد كده قلنا كلاش سيكشن، ما اكتفيناش بالكلاش سيكشن؟ في حد عنده فكره يا جماعه؟ في حد عنده فكره دي لازم اعمل الفيجوال ريفيو ليه؟ لازم ان انا ادخل وبعيني ابص على الموديل؟ تمام زي ايه يا باشمهندس وسنه؟ مثال واحد عشان في حاجات مش كلاش. تمام اند ورك فلو كلاش. تمام الناس كلها فاهمه اللي احنا بنتكلم فيه ده، الناس كلها عارفه ايه هو الورك فلو كلاش وايه هو الحاجات اللي ما بتبقاش كلاش الناس فاهمه الكلام ده؟ احمد الصيفي لا لايك انسرت ميك اسم الروم. انت بتتكلم عن المساحه اللي المفروض تبقى الماشين ماشي. اوكي تمام. طيب بص يا جماعه خلينا ناخد مثال. لو انت دخلت اوضه ولقيت في الاوضه دي في ماسوره تحت السيلينج، ده كلاش ولا مش كلاش؟ مش كلاش، بس ده صح ولا غلط؟ بس مش ينفع. تمام في حاجات زي كده هي مش كلاش. اوكي تمام هي المفروض يبقى بوف سيلينج. اوكي حاجات زي كده هي غلطات بتحصل كتير قوي في الموديل. اوكي ماسوره تحت السيلينج، باب موجود على ارتفاع من الارض مثلا والمفروض ان هو ما بيبقاش موجود على الارتفاع ده، مفتاح موجود مثلا على ارتفاع 2 متر. اوكي الكلام ده انت بتشوفه كتير قوي وانت بتراجع الموديل. اوكي في السلم تلاقي مثلا اللي هو
الفاير فايتنج اكويبمنت والفاير بروتكشن اكويبمنت موجوده على ارتفاعات غريبه خصوصا في القلبات. اوكي يعني تبقى طالع على السلم تبص تلاقي فجاه في وشك ماسوره, ده مش ما ينفعش. اوكي تلاقي مثلا في علاقات مش مظبوطه. اوكي زي مثلا انت نازل مثلا على سلم كهربائي مثلا المسافه بين السلمين اقل من 10 سم. اوكي ده مش منطقي حتى. يعني في حاجات معينه ما تعتبرش كلاش بس ما تنفعش. عشان كده لو نفتكر السؤال الاولاني اللي كان في المحاضره كنت بقول لكم, هل ينفع انك انت تشتغل بيم وتبقى كويس فيه من غير ما يكون عندك الحس الهندسي؟ لا انا بتكلمش انت مهندس ولا مش مهندس, انا بتكلمش انت رسام ولا مش رسام, الموضوع ده حاجه تانية. انا بتكلم على الحس الهندسي. اوكي اللي في امريكا بيدوا عشان شهادات الهندسة الناس اللي مارست الهندسة بعد فترة يتنوا هم يمتحنوها يلاقوا ان هي عندهم السنس الهندسي, فده بياخد شهادة ان هو بيمارس المهنة الهندسية. اوكي فدلوقتي احنا نتكلم عن نقطة دي. اوكي في حاجات وانت بتراجع الموديل لازم انك انت تشوفها بعينك ولازم تحكم اذا كانت صح ولا غلط. اوكي ودي بنسميها visual clashes, هي مش كلاش, هي مش كلاش فعل بس هي علاقات غير مظبوطة, علاقات ما تنفعش. اوكي ممكن تبقى حاجات مختفية, حاجات مش موجودة, ممكن تبقى elements راكبة على host مش زي مثلا ممكن انك تلاقي مثلا في اوضة من الاوض متركب على الشبابيك او في عندك كيرتن وول متركب عليه مثلا سويتش. اوكي اوكي مركب لي على ازاز سويتش ازاي؟ اوكي فاير مثلا اكستنشر مثلا موجودة في مكان ما يبقى فيه. اوكي مسافات ما ينفعش انها تبقى مظبوطه. اوكي مسافات هروب مثلا ما ينفعش انها تبقى مظبوطه. تغطيه مثلا للفاير كابريت ما تنفعش انها تبقى كده اكتر من 15 متر مثلا. ففي حاجات هي دي الحاجات اللي انت بتراجع عليها فيجوالي. اوكي فدي مهمه وما ينفعش انك انت تقول انها راجعت على الموديل من غير ما تراجعها. اوكي المحاضرة دي عشان نقول ازاي تراجع فيجوالي, والمحاضرة الجاية عشان نقول ازاي تراجع عن طريق كلاش سيكشن. اكزامز المعتز بالله سيد سالم باشمهندس المعتز. اوكي اكزامز ولا اكزامبلز يا باشمهندس؟ معلش انا مش تسول examples مظبوط. امتحانات المعادلة لا معلش يا باشمهندس انا مش معايا خالص, انا مش فاهم. بالظبط معلش يمكن بس عشان انا نسيت ان انا اتكلمت عن الموضوع يعني. تمام اوكي طيب نرجع تاني. دلوقتي انا عشان اراجع فيجوالي مطلوب مني ان انا اعمل ايه؟ مطلوب مني اول حاجه مثلا بشوف اللي هو المكان بتاع المبنى بالنسبه للسراوندنج بتاعه. اوكي في بعض الاحيان مثلا بيبقى عشان الاستشاري مثلا بتاع اللاندسكيب حد والاستشاري بتاع المبنى حد, بتلاقي فيه فوات المباني مش مظبوطه مع السيرفس اللي حواليها. ماشي فدي بعملها ازاي؟ براجع المبنى من بره. اوكي العلاقات اللي موجوده جوه المبنى, مطلوب مبنى واتفرج, ومطلوب مني ان انا اعمل سكاشن, ومطلوب مني ان انا اقيس مظبوط, وفي مني ان الاخطاء اللي انا لقيتها دي ابتدي ان انا اطلعها في صوره اقدر ان انا ابعتها للناس طبيها عشان تعدلها. اوكي فده اللي احنا هنعمله دلوقتي. فدلوقتي هبتدي بحاجات بسيطة زي مثلا ازاي اقدر ان انا اقيس مثلا مساحات ابعاد والكلام ده علشان اقيس معظم القياسات موجودة عندي ومعظم اللي هو الحاجات بتاعة ان انا اعمل كومنت والكلام ده واعمل كلاودز موجودة عندي في ريفيو, الميجر موجودة عندي هنا, موجودة عندي بوينت تو بوينت مالتيبل بوينتس اريا انجل اند واتيفر. اوكي ففرضا انت دلوقتي انت عايز انك انت تقيس
تقيس الارتفاع ده. اوكي، تقيس الارتفاع من هنا لحد الارض. اوكي، بتعمل الكلام ده ازاي وبتزوم ازاي والكلام ده، ده اللي احنا هناخده دلوقتي. بالنسبه للتحكم في المبنى نفسه في النيفس وورك، بقدر ان انا اتحكم فيه ازاي؟ بدوس على الويل او نيدل كليك وبدوس، انا كده انا بعمل اوكي، باخد الموديل وابتدي ان انا احركه يمين وشمال واطلعه فوق وتحت والكلام ده. اوكي، زوم ان وزوم اوت، الويل فوق وتحت. طيب لما بيبقى عندي موديل كبير يفضل انك انت تختار element وتزوم ان عليه، ساعتها النيفس وورك بياخد الاليمنت ده هو الحركات بتاعته. اوكي، حتى لما بتيجي بعد كده انك انت تتحرك في اي اتجاه، انت كانك بتتحرك من الاليمنت ده، الاليمنت ده هو المركز بتاعك. طيب عايز الف حوالين المبنى، عايز اعمل اوربت، دوس على شيفت، دوس على الويل او اللي هو الميدل كليك وحرك، انت كده بتعمل اوربت. يبقى دي كده يا جماعه الحركات الاساسيه اللي موجوده عندي. اوكي، طيب في بعض الحاجات السريعه كده اللي احنا عايزين برضو نعرفها عشان ما نتعامل معاها كتير. لو انا في element معين لسبب ما كان موجود عندي، اوكي، وعايز ان انا اشوف element ده فين. element ده مثلا عندي، انا عرفت مثلا الاي دي بتاعه، اوكي، اه مثلا من هنا واخترته وعايز ان اروح له، ازاي اروح له؟ في عندي حاجه هنا في اليمين اسمها zoom selected، ادوس عليها يدخلني مختاره، وساعتها لما باجي هنا اعمل هايد ان سيلكتد، ده الاليمنت اللي انا مختاره يا جماعه. اوكي، ان هايد اول، نرجع تاني. طيب في عندي هنا حاجه برده مهمه برده انا بستعملها كتير، النافيجيشن ويل. والنافيجيشن ويل دي انا بقدر ان اجيبها من هنا وبقدر ان اجيبها من الفيو بوينت، هي هي. اوكي، فول نافيجيشن ويل. فول نافيجيشن ويل دي في ناس بتحب جدا انها تستعملها، في ناس بتسرح معاها، وفي ناس ثانيه لا. تقدر انك انت ليه امر فيها تعمله، لو دوست على زوم وحركت الماوس انت بتعمل زوم ان وزوم اوت، لو دوست على الاوربت وحركت الماوس انت بتعمل اوربت حوالين البيلدينج نفسه، تن انت كده بتعمل بان وهكذا. اوكي، وفي حاجه مهمه قوي هي الرويند، بترجعك للاماكن اللي انت كنت فيها. فلو انت مثلا كنت بعد كده بعدت عنها وعايز ترجع لها تاني، بترجع لها بالرويند. اوكي، في حاجه تانية برضو موجود عندي وبرضو بس لوك اراوند. اوكي، لما بتدوس عليها كانك وقفت في نقطه وبتبص حواليك منها. انا بدي ظهر عندك على الشمال من تحت، ليفت كليك، بدوس وبلف حواليا كاني انا عيني واقفه في نقطه وبتلف 360 درجه في اي حته تانية انا عايز. كنترول واحد بترجعني تاني للسلكت علشان اخرج من اي امر انا موجود فيه. اوكي، وبعد كده في عندي ووك وفلاي. ووك بتخليني ان انا امشي قدام ويمين وشمال كاني وقفت نفسي في ليفل معين وبمشي في كل حته حواليا. اوكي، وفي عندي فلاي. فلاي ما بتخلينيش في ليفل واحد، فلاي بتخليني اقدر ان انا اطلع لفوق وانزل لتحت، تديني حريه اكثر في المراجعه. طيب احنا كنا المفروض في المحاضره دي نكمل اكثر من كده، بس على شكل خدت اكتر حتى من الوقت بتاع المحاضره المفروض ان انا كنت اديه وما لحقناش ان احنا نتكلم فيها، فانا هقف عند اللي احنا خدناه المره دي. اوكي، وهفتح لحضراتكم الميوت بحيث ان هو اللي ليه اي اسئله في المحاضره دي يقدر ان هو يسال. ماشي، ونكمل ان شاء الله المحاضره الثانيه يوم 29. باشمهندس محمد لو انت معانا يا ريت تفتح الميوت للناس بحيث الناس تقدر انها تسال الاسئله بتاعتها. بكمل.
اوكي باشمهندس حسام، حضرتك سامعني؟ السلام عليكم يا يا باشمهندس. باشمهندسين تقدروا تعملوا اميوت؟ حضرتك سامعني يا باشمهندس حسام؟ باشمهندس في حسام؟ محل للربط مع البرنابيرا للزنجانات النيلز 4 2015 و2016 او 2016 او بس داتابيز جديده. التكملة هتكون امتى؟ لو تكرمت هتبقى يوم 29 ان شاء الله. وإياكم. باشمهندس أيمن عريش، أظن بالنسبة للفيرجنات الجديدة هي مفيش مشكلة. أوكي. أنا ما شفتش المشكلة اللي إحنا بنتكلم فيها. هو كان في زمان مشكلة، إنما في الوقت الحالي لا، المشكله دي جديده. فانا معلش انا مش فاهم حضرتك تقصد لايه 2015 و2016. انت ممكن تبقى شغال مثلا على نيل سورك قديم او بريمابرا قديمه ولا ايه؟ اكيد طبعا باشمهندس اسامه العزايزي ممكن طبعا، واظن دلوقتي انت تقدر تعمل اميوت لنفسك. السلام عليكم. واياكم. ألو، السلام عليكم. سامعني يا باشمهندس؟ ألو، السلام عليكم. جزاك الله خير. السلام عليكم يا باشمهندس. مهندس حسام. باشمهندس محمد أشرف، ممكن نعمل أميوت للناس؟ اوكي حاضر، تحت امر حضرتك. مهندس باشمهندس حسين، باشمهندس الفرجاني ده فعلا هيحصل. خلينا باشمهندس حسام عام ميوت. اظن دلوقتي كل ما معمول له ام ميوت يا باشمهندس معتز. وإياكم. انا مش سامعكم. في مشكلة، مش عارف. باشمهندس حسين، حضرتك سامعني كويس؟ مش في عندي. انا بعتذر، انا دلوقتي سامعكم. معلش انا بعتذر جدا، انا بعتذر يا جماعه. مع حضرتك باشمهندس حسين، كل عايز انه يسال سؤال. ايوه أنا محمد أشرف، أخبار يعني جزاكم الله خيرا على المحاضرة القيمة دي. وياكم. وياكم ان شاء الله. أنا في طبعا باشمهندسين سواء اللي سألوا في الشات تمام أو اللي عاملين ريز هاند، فأنا أستأذن تمام حضرتك ممكن نسمح بالمداخلات الناس اللي عاملة ريز هاند. تمام، أكيد طبعا أكيد تمام. طبعا أكيد أولهم طبعا. المهندس أسامة العزايزي، اتفضل باشمهندس. اتفضل يا باشمهندس. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أهلا وسهلا باشمهندس، يا فندم. الحمد لله، جزاك الله خيرا على المحاضرة الجميلة جدا. وإياكم يا فندم. الله يخليك. بس أنا عندي 3 أسئلة في عجالة. أول حاجة، السؤال اللي سألته حضرتك اللي هو الكومباريزون بتاع الـ NWC files أو تمام يعني بمثلها الـ NWF أو الـ NWD، ده سؤال. تمام تمام السؤال الثاني، حضرتك اتعاملت مع قبل كده إن أنا أودي من التكلا لنيفز ورك بالصيغة بالاكستنشن بتاع تكلا، لأن الاكستنشن بتاع تكلا دي بي 1 ودي بي 2، لا مش اي اف سي ده لو اي اف عملت له سي فتين. هو بنعمل له اكسبورت اي اف سي. انا عندي في المشروع بتاعي دلوقتي تكلا بطلب يتعمل له اي اف سي. تمام. دي النقطة التانية. النقطة
النقطه الثالثه حرك قبل كده بنت الدينامو في النيفز ولو حرك تدينا مثال. والله دينامو في النيفز لا انا استخدمه حاجه تانية مع هو دينامو بستخدمه بره عشان اجهز حاجات للنيفز لكن اوكي بس مع نيفز دايركت هو اساسها الدينامو الاس دي كي بتاعه ما بيشتغلش مع نيفز. اها تمام فهو اصلا ما بيعملش مع حاجه. والله كنت سمرش معاه هو مصطفى صلاح في موجود دلوقتي في لافالين اللي هي اللي كانت قبل كده اسمها ان سي لافالين عارفها اللي موجوده في دبي للاسف. مصطفى صلاح اعتقد ان هو شغال في حاجه زي كده خليني اساله وارجع لك تاني. اوكي يعني احنا ممكن نتواصل بشكل شخصي تمام مفيش مشكله خالص بس استاذنك في اجابه اول نقطه حضرتك قلت لي معلش اول نقطه ايوه اول نقطه كومباريزون انت بتحط الاثنين ان دبليو سي او الفايلين اللي انت حابب تعمل بينهم كومباريزون في نفس النيكس وورك اوكي خليني اوري لحضرتك انا الشاشه بتاعتي ظاهره ولا تمام هي ظاهره الشاشه بتاعتي بتعملهم الاثنين بتختار في عند حضرتك هنا كومبير تمام بتدوس على كومبير يطلع لك اللي هو ده طبعا اللي هو الحاجات اللي هو اللي بيعمل بينها ومن بعضها انت على حسب بقى على حسب بقى انت عايز بقى انك انت تطبق التايبس بعضها يونيك اي ديز نيم بروبرتيز في معظم الاحوال ما بنحاولش ان احنا نطبق كل حاجه مع كل حاجه عشان الموضوع بيطلع كتير هو بيبقى كبير هو كبير ان احنا نعملها اتكلم على الكومبارزون يعني معنى زي الكومبارزون مثلا موجوده على البيم 360 اللي هو مثلا الايديتد الموديفايد الديليتد النيو يعني ممكن على الاقل بقى اقدر اطلع الكلام ده انا بقول لك بيطلع الكلام ده هنا اوكي وبيطلع لك بنفس الحاجات الموجودة على بيم 360 بإكسل شيت يتصدر وما فيش أي مشكلة إكسل شيت لا هو بيطلع فيو بوينتس انت فيو بوينتس ممكن انك انت تطلع بيها تقرير اوكي بس انا بتكلم على نفس الكود نفس الكالر كود اللي هو احمر واصفر مش اخضر هو مايل على اللبن مش فاكر كان اسمه تمام اوكي نفس الالوان نفس الكالر كود بالظبط بيطلع هنا تمام جدا عفوا يا فندم علي تحت امرك في اسئله تاني في باشمهندس احمد كان بيسال من الاول خالص بس ما عرفناش ان احنا نرد عليه باشمهندس في مهندس احمد عصيفي اوكي ايوه تحت امرك ناخد شويه مداخلات مباشره اكيد طبعا تمام اتفضل باشمهندس ايمن السلام عليكم وعليكم السلام مساء الخير على المحاضرة الجميلة دي وياكم يا فندم الله يكرمك انا بس كان ليا كذا سؤال كده معلش اول حاجة فيها لما اجي اعمل ميرج لو في اليمنت انا غير في بعده مثلا في ابعاده هل بيجي لي بالبعد الجديد ولا يعمل دوبليكيشن يعني يعمل لي الخلق القديم موجود وما يجيبش الجديد باشمهندس انت بتتكلم دلوقتي على element اوكي الelement ده كان موجود في ريفت ماشي ومسحوب في اتنين موديل مسحوب في اتنين NWF ماشي فانت دلوقتي انت عدلته في ريفت فلو عدلته في ريفت وطلع على الاتنين موديل طلع NWC على الاتنين موديل او طلع مثلا عملت ريفرش وطلع على الاتنين NWC طب خلاص هو كده طب على لو على واحد جديد لو على واحد بس لا هيبقى فيه بقى مشكله كي انت في حاجه غلط في حاجه معموله هنا مش معموله هنا ماشي في الخرنه لا ما جربتهاش قبل كده وممكن ان احنا نجربها ونشوفها بس منطقيا لا هيبقى في حاجه تطلع مش مظبوط ده خليني اجربها وممكن ارجع لك ان شاء الله المره الجايه بس دي على فكره دي كيس يعني عارف اللي هو ايه تبقى صعبه شويه تبقى صعبه قوي كمان لان انت لو في شركه واحده ماشي وعند واحد هو اللي بيعمل الكوردينيشن صعب ان هو يحصل كده لان هو دايما هو بياخد من اماكن يعني بياخد لينكاته كلها بياخد ان دبليو سيز كلها او بياخد الريفت كلها بياخدها من اماكن فايه اللي هيخلي الاليمنت يتعدل هنا وما يتعدلش لا احيانا بتقابلنا شويه بس على العموم هاي فعلا بس على العموم خلينا نجرب ان شاء الله طب اكيد في مشكله دايما باينه
النابز والبريمافيرا بعد الإصدارات 2015. يعني ربط النابز بالداتابيس بتاعت البريمافيرا الستاند الون مش موجود الإصدارات الجديدة. ومش موجودة برضو ربط الداتابيس الجديدة بتاعت البريمافيرا لإسكيولايت مش موجودة في النابز ووركس. فبنضطر بقى يعني دلوقتي البريمافيرا بيطلع الإكسانيا اللي هي الاكسل شويه مش فاكر اسمها. هي ممكن تصدر الاكسل بس النستنج بيروح يعني دبليو بي اس كله بيروح بيفقد يعني. لا والله انا المشروع اللي موجود عندي دلوقتي لا بنطلع بالبريمافيرا والدبليو بي اس ما بيروحش. خلينا اكلم البلانر اللي عندنا اشوف ايه ترينها واقول. هو ممكن يحاول على مايكروسوفت بروجكت بس ما بيطلعش فيه بيطلع فيه مشاكل بينهم برضو. تمام خليني ارجع له وارد عليه في انا بصراحه مش طيب. اوكي هو انا في المشروع اللي انا فيه دلوقتي قاعد بمانجر ف ما بعملش اللي هو اللينك ده الفور دي والالمنت وبابا. سؤال تاني برضو امكانيه ان اما بنيجي نعمل اتاتشمنتس للالمنت على الانشطه واجي اعمل ريبيلد البرنامج نفسه اللي تغيير بفقد الاتاتشمنت. هل في طريقه ان انا احافظ على الاتاتشمنت؟ حضرتك بتعمل اتاتشمنت بالسلكشن مظبوط؟ ده مش صح. اوكي انت دايما لما بتيجي تعمل اتاتشمنت افضل طريقه تعملها انك انت بتحط كود وبيفضل طبعا ان هو يبقى يا اما دبليو اي اس يا اما يبقى الاكتيفيتي كود. اوكي بالله على الاليمنت. اوكي وبنحط حاجه زي معادله بتاعت ربط بقول له دور عندك في بارامتر اسمه مثلا اكتيفيتي كود او دبليو بي اس كود وطابق بالبرنامج بتاع البريمافيرا نفس الرقم بنفس الرقم واعمل الربط. فساعتها لما بيتم تعديل خلاص انت بتعدل بس بتلاقي كود نفسه السلكشن دي خلاص هي اتعملت مره طارت ماشي. عشان ما تعيد شغلك بس عشان ما تعيد شغلك دايما خلي الربط بيكون مظبوط. بس ما بيطلع الانشطه بتبقى كتيره جدا الافات صعب جدا عمل اكواد مع الاليمنت مع الاليمنتس يعني. انا بيبقى واحد هقول لك الموضوع يتعمل بسهوله ازاي. انت ممكن تستخدم الداينامو مثلا بانك انت في الاخر انت الموضوع بيبقى ايه بيبقى مثلا بتقول مثلا الاعمده اللي موجوده في الدور الاول هتاخد مثلا كود الفول. اوكي فانت بتعرف تعمل لها فلتر طبعا بتعرف تعمل لها فلتر الداينامو هيعرف تعمل معاه وهيعرف يملاها اوتوماتيك. اوكي فبنستخدم الداينامو كتير عشان نسهل على نفسنا شويه ماشي ما بنملاش الكلام ده هو مانيوال ابدا مع انه حتى في بعض الاحيان ماشي وبتملاه كويس عن طريق بسم الله الرحمن الرحيم السكيدولز اللي موجوده في الريفت بتعمل فلاتر بال سكيدول وتملا فالموضوع برضو بيبقى سهل ماشي. انما سيلكشن ده انت التيم بتاع البلاننج عندك بيطلع عين اكيد ماشي ولما بيجي يتعدى كل اللي هو عمله ده بيروح يفقد ماشي. فلا انا فاكر كان في المشروع بتاعي حاول ان هم يعملوا كده اعترضت لا ما ينفعش تعمل كده احنا كده من ضيع وقت. حضرتك تقترح مثلا سيتس او حاجه او حاجه اكواد اوتوماتيك تتربط بالظبط يا فندم كود يتحط جوه الريفت ويتنادي على هو ده اللي يحصل بالربط. ايش جزاك الله خير واياكم يا فندم واياكم تحت امرك. باشمهندس الوليد اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا على المحاضرة. وإياكم جزاك الله خيرا شكرا. يديك العافية. بس هل ممكن نخلي النبز يشتغل زيه زي السوليبري يعني يعمل اشتراطات المباني اشتراطات المباني؟ أنا كنت ناوي أن أضيف الحتة دي على المحاضرة بتاعتنا النهاردة. أيوة. هو إيه الفرق بين نبز فورك والسوليبري والبرنامج الثاني اللي هو الترامبل؟ لا كل برنامج ليه قوته. اوكي فالنيفس وورك ما بيشتغلش ببريسيت معايا النيفس وورك لازم تعمله
السوليبري طبعا لا، السوليبري هو جاي بالبريسيت بتاعته جاهزه، هو هو انت بتقول له بس اعمل لي ما بين الام اي بي في المرحله الفلانيه بيخلص هو لوحده بالضبط مين وقوته، عشان كده السوليبري غالي. معايا؟ معاك. ايوه مشكله نيفس وورك لازم ان احنا نبني له الطريقه اللي هو يراجع بيها. اوكي ما في طريقه انا اعمل انبوت للنفس من اي داتا شيت او داتا بيس؟ لا داتا بيس احنا ممكن نبني له طبعا داتا بيس. لا انت ممكن انك انت عن طريق اللي هو بتعمل كلاش ماتريكس، وكلاش ماتريكس ده هي ممكن انك انت تحولها مثلا اكس ام ال بالداينامو مثلا الاكس ام ال دي اس اف ست، في مهندس عندنا كان عاملها التيم بتاعنا، حول الكلاش ماتريكس كلها لصيغه اوكي اللي هو صيغه اللي هو التست كده، راح محولها الاكس ام ال وخلاص، وهو هي بقت دي بقت السيرف سيت بالكلاشز بكل حاجه، وبقينا بندخلها ونستعملها على طول. واحد بيفهم برمجه كويس عشان يعمل الكلام ده. ده تمام. يديك العافيه، جزاك الله خير. الله يخليك. شكرا جزيلا مهندس وليد. في المهندس احمد صطيفي، احمد العصيفي تقريبا، مش مهندس احمد. السلام عليكم. الله يعطيك العافيه مهندس، جزاك الله خير يا سيدي، والله يفتح عليك ما شاء الله. جزاك الله خير. يعني احنا بنقول بالسوره من قلب رب. طيب بس اعلي على النقطه، صار في لخبطه فيه مشان يكون في وضوح. انا قلت لك انه سبب تغيير الحجم لما احنا عم نختار الشروط او عم نختار السيتنجز، يعني لما احنا عم نختار من الرفت كان عندك 14.7 تقريبا ميجا، وطالعنا الفايل تبع النافيس صار عندنا 4.6. فكان سؤالي هل هو الاعدادات هو السبب الاساسي لتصغير الحجم؟ مش الاعدادات بس، حتى لو انا عامل الاعدادات على اعلى حاجه حجم ال NWC طيب. اوكي ده بسبب ايه؟ حضرتك تخيل انت في عندك حاجه انت عاملها اوكي مستعد انك انت تغير فيها، عاملها زي ليها مصطلح كده بالانجليزي اللي هو ينفع تعدلها قبل التعديل اوكي، ده الاكستنشن بتاع ريفت كل حاجه اوكي تمام. انما النيفت ورك هو برنامج مراجعه فيه كتير قوي من الخواص اللي موجوده اللي هو زي بيقولوا ايه الهيدن بروبرتيز اللي هي الحاجات اللي موجوده اللي احنا بنشوفها تبع الريفت تمام. بالظبط النيفت ورك مش محتاجه تمام اوكي. حتى الطريقه اللي هو بيحول بيها الاليمنتس نفسها بتاعتها طريقه ابسط قوي تمام اوكي، عشان كده دايما فايل ان دبليو سي بيطلع اخف دايما من فايل ريفت. اوكي جزاك الله خير. يعني مو احنا نقول نجي نقارن الاثنين ونقول في شيء ناقص، الكواليتي تبع هذا فرقت شوي. كويس الله يعطيك العافيه. حياك الله. عفوا يا فندم، حياك الله وبياك. شكرا جزيلا المهندس محمد سعيد، تفضل باشمهندس. السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. باشمهندس سعيد طالب في بكالوريوس قسم ميكانيكا قوه، وكنت عايز استفسر حضرتك في حاجتين هم ما لهمش علاقه بما تم تناوله في سيشن اليوم، يعني علاقه ببرنامج نافيز ورك عموما ومجال البيم. مفيش مشكله خالص. السؤال الأول عايز أعرف من حضرتك ما مدى استفادة طالب زي مثلاً في بكالوريوس بالسيشن ديت، من حيث هل هي مفيدة بقدر الوقت اللي هحضره يعني مثلاً، وخصوصاً يعني اللي هو أنا أعرف أنا مهتم بمجال البيم، اشتغلت على نفسي في الريفت وحابب مجال البيم عموماً. تمام. طيب أنت قلت في سؤالين، أجاوب لك الأول على السؤال ده وبعد كده تقول السؤال التاني. هو ده السؤال الاولاني ان شاء الله، بس بعد ما حضرتك تجاوب. اولا بالنسبه لمجال البن كونك انك انت بتعرف في حاجه جديده، فدي اكيد هتنفعك حتى لو مش شغال دلوقتي فيه مجال البن او بقيه المجالات الثانيه. تمام. اوكي
مشروع بيشتغل بيم، انت خلاص انت بقيت بتشتغل بيم. ايا كان بقى انت بتشتغل بقى فيه، انت بتشتغل بقى مهندس ميكانيكا، انت بتشتغل مدير مشروع، انت بتشتغل كوردينيتور، طالما المشروع شغال بالبيم انت بقيت شغال بيم. اوكي تمام. حاجه تانية انك انت زي بيقولوا كده انك انت لازم انك انت تحط نفسك في اللي هو ايه، you should put yourself into others shoes، يعني عارف اللي هو يعني تحط نفسك في مكان الناس التانية عشان تفهم هما بيطلبوا منك طلبات ليه. ماشي. فمثلا حاجه زي بتاعه النهارده، محاضره زي بتاعه النهارده واحنا بنتكلم، احنا قلنا فيها ان هو ممكن يفيد لنا انك انت تعمل انت ابديت ال NWC. لو انت واحد مثلا ما تعرفش الكلام ده، هتيجي وانت بتشار طب انا اعمله ليه، مش في عندكم تيم شغال؟ اوكي، على الاقل تبقى فاهم، تفهم ايه اللي بيحصل، تفهم الدنيا رايحه فين، جاي يعني الناس اللي بتعمل زي اوكي اللي بيطلب منك تعمله. ماشي. وهل اللي بيطلب منك انك انت تعمله ده هو ليه منطق، ولا بيطلب منك بس تعسيف وخلاص؟ حاجه تانية بقى بعيدا بقى عن كده، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، يعني اوكي فمفيش حاجه بتتعلمها ما بتنفعش. ماشي. انا واحد من الناس، انا اتعلمت وانا في الجامعه بعد كده فادني وانا مهندس ميكانيكا زي اوكي، فمفيش حاجه بتتعلمها ما بتفيدكش. ممكن طبعا. طيب حضرتك لو تقدر توضح لي الجايد لاينز مثلا اللي امشي عليها ان انا اكمل في مجال البيم عموما، او ان انا اوصل ان شاء الله يعني البيم. طيب اولا انا طالب منك حاجه تانية غير اللي هو حته مجال البيم عموما دي. اوكي اطالب منك انك انت تبقى مهندس شاطر. كيف المجال ده؟ بص، عشان تبقى مهندس شاطر في البيم انت المفروض انك انت تبقى مهندس في العموم شاطر. ماشي. لانك انت هيجي منك وقت لو انت عايز انك انت تبقى زي البروجكت مانجر، فاهم في كل الاقسام. تمام. اوكي، مش هتفهم في كل الاقسام الا لو كنت مهندس شاطر، يا اما هتبقى واحد بتاع كلام طبعا يعرف بيتكلم كويس. اوكي. ده مش بروجكت مانجر ناجح، ده مش بيم مانجر ناجح. اوكي تمام. اولا تبقى كويس جدا في المجال بتاعك، بعد كده تشوف بقية المجالات التانية اللي انت تتعلمها، تتعلم الاساسيات بتاعتها وتتعلم الناس بتاعتها بتتكلم ازاي، اللغة بتاعتها. ماشي. واللغة ده هي مهمة قوي، يعني ما تجيش مثلا مهندس يتكلموا بلغة هو ما يفهمهاش. اوكي، لازم تفهم كل قسم بيتكلم بايه بالظبط، وايه الاساسيات بتاعت شغله، وايه الترابطات ما بينهم وبين بعض. هي دي هتلاقيها في كتب الكليات، يعني مثلا في كليات مثلا ترانسلفانيا، مثلا ترانسلفانيا بتاعت امريكا مش بتاعت اوكي، جامعة ترانسلفانيا في امريكا، في امريكا منزله حاجه زي جايد لاين عن انك ازاي تعمل الكوردينيشن ما بين الاقسام وليه. ماشي. اللي يمشي فوق ايه وليه. اوكي، هنقول الكلام ده. فانت الاول بتبتدي بالقسم بتاعك، وبعد كده بتشوف بقيه الاقسام الثانيه واحده واحده. ماشي. وتبتدي انك انت تتدرج واحده واحده. وعاك من دلوقتي تكون كوردينيتور اول ما تخرج، لا بتهزر. اوكي. لا لا، انا اقصد انا عايز الجايد لاينز اللي امشي عليها على مدار ان شاء الله يعني تمام الفترات الجايه. لا عم تقلقش في العموم على فكره. تمام. بقول لك اول ما تخرج ركز كويس جدا على شغلك. اوكي، وركز انك انت تشتغل في مكان يكون بيشتغل بالبن، بس بيشتغل بالبن صح، وشويه بشويه تبتدي انك انت توسع في الموضوع. وكل ما تبقى انت مهندس شاطر، كل ما تبقى بتفهم في البنك كويس. اوكي تمام. متشكر جدا لحضرتك، وجزاك الله عني خيرا، وزادك الله بعلمي وفضلك. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. شكرا مهندس محمد سعيد. في مهندس مجاهد، تفضل. مش مهندس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا، الله يعطيك العافية. شكرا على المحاضرة الرائعة والله، الله يجزيك خير. وإياكم يا فندم، جزاك الله خير. الله يسلمك. أهلين. لحظة بس، كنت كتبت. بالنسبة للبرامج البيم. تمام. إيش طريقة الوصل بين النافذ والدينامو؟
الداينامو اوريدي انتجريتد كويس جدا مع الدينامو. هو الاول حضرتك عارف الداينامو بيعمل ايه؟ والله بديت عليه يعني، بس ما يعني ما تعمقت فيه كتير. بس طيب خلينا نتكلم كاننا ما نعرفش حاجه خالص عنهم مع بعض. اوكي. برنامج الريفت مسؤول عن ان هو يكون اوكي يحط الداتا عليه. هو برنامج معروف. معروف. اوكي تمام. الداينامو بيعمل ايه مع ريفت؟ الداينامو يعتبر برنامج برمجه، بس هو برمجه بحاجه اسمها فيجوال بروجرامينج. ايه الفيجوال بروجرامينج؟ نوم البرمجه اسهل شويه من البرمجه بتاعت الكتابه، بمعنى ان هو بيخلي لك البرمجه من الاوامر محطوطه جوه بلوك كده، اللي هو حاجه كده مربعه والله ده بيقفله. لو جيت تشوف بيفتح الفايل ويقفله ده في السي اي ممكن يبقوا 25 سطر. هو الداينامو بيحصرهم في بلوك واحد. ماشي. ايه فايده الداينامو؟ فايده الداينامو ان هو مع الحاجات اللي بتبقى فيها دونكي وورك اللي هي قوي هو بيعملها لوحده، اوكي، مع الشيبس الصعبه ومع الحاجات اللي هي اللي بتحتاج لوجيك جامد، مثلا زي مثلا ايه الاشكال الغريبه في المعماري الداينامو، واقدر ان انا احط له حاجات زي معادلات ويمشي عليها، هو في الاخر بيوفر لي وقت في حاجات كتيره قوي. اوكي. حاجات فيها كالكوليشن كتيره، حاجات فيها تكرار. اوكي. مش كده وبس، انا ممكن ان انا استعمل الداينامو بره الريفت خالص، اوكي، بان هو مثلا ينظم لي الفايلات، يجيب لي معلومات من الفايلات. اوكي. هو برنامج مهم ولو فتحنا فيه لا يعني هو قوي قوي وبيوفر وقت كتير قوي. ماشي. يعني انا ممكن اشتغل فيه وبعدين مثلا ضمن واكمل الريفت فيه، ولا بده يكون لحاله بدي اربطه بعدين بالريفت؟ بتقدر تشتغل بيه مع الريفت، تكمل بيه الريفت وتقدر تشتغل بيه لحاله. ايوه. في الاثنين، انا بيه حاجتين، تشتغل بيه مع الريفت او تشتغل بيه لحاله مع الاكسل مثلا او مع الويندوز، متخيل؟ وبعدين مثلا بستورده على الريفت وبيكون لي الشكل اللي انا عايزه مثلا. هو شغال مع الريفت بيقدر يعمل كده، وهو بره الريفت بيقدر ان هو مثلا يرتب لك الفايلات. انت عايز مثلا ان هو ايه، ان هو يختار الفايلات بتاعت المعماري ويوديها في المكان الفلاني، بيقدر يعمل. تمام. طيب سؤال تاني معلش لو بتكرر. البيم مانجر ايش المهام بتاعته؟ والله بتختلف من شركه للتانيه، بتختلف من مشروع للتاني كمان، بس نقدر ان احنا نقول هو اللي بيبقى مسؤول. تقدر بص بكل بساطه كده يعتبر البروجكت مانجر في المشاريع بتاعه البي اي ام، يعني مسؤول عن التنفيذ بتاع البروسيس بتاعه الدم جوه الفيرتشوال بروسيس او الفيرتشوال بروجكت. اوكي. مسؤول عن ان هو يحط بلان ازاي الموديل ده هيتنفذ على مدار المشروع، ايه المعلومات اللي هتحط في الموديل، هتحط امتى، هتحط ليه. اوكي. حاجه اسمها الموديلنج استراتيجي، حاجه اللي هو ماستر انفورميشن ديليفري بلان، كل موديل هيشتغل فيه كام واحد، هيشتغل لمده قد ايه، هيبتدوا شغل امتى، هينهوه امتى، كلاش تيست كرايتيريا. اوكي. وبيناقشها طبعا، بيبقى مسؤول عن التسليمات. اوكي. بتاعه البيم، بيبقى مسؤول عن مراجعه الموديل. من الاخر كده هو بروجكت مانجر. بس بالشكل هذا معناته لازم بالشكل ايوه تمام بالشكل هذا معناته لازم يبدا بدري كتير عن البقيه. يعني هو في العاده في الشغل كشغل يعني يعني بس على حاجه، في مشروع هنا كان مشروع ضخم، البيم كان بادئ فيه قبل المشروع ما يبتدي بست شهور. ايوه. ماشي. تمام. وفي معظم الاحيان بنطلب لو ما قال لي شهر او شهر ونص قبليه، بس في بعض الاحيان بنبتدي مع المشروع. تمام. الله يجزيك خير. شكرا جزيلا صراحة، محاضرة رائعة. الله يجزيك خير. السلام. شكرا مهندس مجاهد. أنا بس في مهندس وليد يا باشمهندس. ما فيش مشكلة خالص، أنا مع الناس كلها، كل عايز يسأل سؤال أنا معاهم لحد ما أخلص، ما تقلقش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بس كنت عايز أسأل سؤال يعني شوية خارج النفس. تحت أمر. بالنسبة للكلاش ديكشن. لما نعمل كلاش ديكشن بالريفت.
ماشي هل الملف بتاع HTML ماشي نعمل function بحيث انه اوتوماتيكلي لا ثواني الموضوع هيبقى صعب شويه هو طبعا مفيش حاجه مستحيله اوكي بس الموضوع هيبقى صعب شويه لان هو بيبقى داخل بني ادم اوكي اوكي انت دلوقتي لو في عندك كلاش من مثلا من شكل معين كلاش ما بين مثلا حيطه اوكي حيطه بايب حيطه وماسوره ايوه حيطه وماسوره في معظم الاحيان هيبقى ان الحيطه تتفتح فدي ممكن انها يتعمل لها برنامج ايوه انما لو كلاش ما بين حيطه وماسوره ده ايه الحل بتاعه ده اللي دايفرت يعني مفيش بالضبط يعني. لازم لوجيك بتاع بني ادم يدخل ويشوف ويقرر في حاجات هتنفع وفي دلوقتي اللي هو الماشين ليرنينج اللي هو الحاجات اللي بتبدا تتعلم بقى من اللوجيك بتاع البني ادم اعرف ناس شغاله دلوقتي بتحاول تعمل حاجات تحل بس الموضوع مش سهل هو بياخد وقت كتير قوي اوكي لانك انت بتغذيه بمعلومات كتير قوي وتجارب و يعني حتى الريفاينري ما بحلو الريفاينري زي ايه مثلا الريفاينري بتاع اللي هو الجديد نزل في الداينامو نزل من الداينامو نزل الريفاينري في 2021 لا والله انا ما تعاملتش معاه فمش عايز ماشي الناس على ليه وارد عليك المره الجايه ان شاء الله ماشي باذن الله تعالى يديك العافيه جزاك الله خيرا الله يخليك جزاك الله خيرا انا اسف باشمهندس حسين بس يعني عارف ان احنا مفيش مشكله خالص ماشي وانا معاك لحد ما الناس كلها تخلص المهندس المعتز بالله اتفضل باشمهندس المعتز بالله ازيك يا باشمهندس ازيك يا باشمهندس حسام ازيك حضرتك عايز جدا ازيك الله خير باشمهندس حسام انا طالب في بكالوريوس تمام قابلتني مشكله في السيفل 3 دي كنت بشتغل طرق فعملت شبكة سيور تمام. سيور وصار بيت أصدرهم للنابس و... لقيته مضروب أيوة ضرب مني مثلثات. ضرب مني فأنا أخذت بالي من حتة الوحدات لا هو مضرب كده ما أنا هقول لك أنت في البريك اللي خدناه حاولت أعد الوحدات وزبطتها برضه لقيته ضارب هو هيضرب برضه أيوة بين الوحدات المشكلة فين طيب؟ بص يا سيدي في اد ان مش اد ان بسم الله الرحمن الرحيم في حاجة المفروض انها بتحول اللاينز بتاعت سيل 3 دي بتحولها للنيرس وورك دي هي اللي بتضرب وهي في العادة انت شغالة نيرس وورك 2020 20 كده 3 دي 20 20 هعمل لك اتش للصوره ممكن لا انا عارف لان هو بيطلع معايا انت مش محتاج تعمل ايه بيطلع مربعات ومثلثات ومفيش اي حاجه مربعات ومثلثات وخطوط كده انا قلت ايه النسخه لا لا انا بقول لك في حاجه اسمها بسم الله الرحمن الرحيم هو انا شفت فيديو على اليوتيوب كان بيعمل تقريبا 3D تقريبا كده في ال... بيعملوا تقريبا في السيفل 3 دي انا مش عارف هل انا لو عملت دي هتحل معايا المشكله ولا لا بقول لك في حاجه المفروض تعملها ابديت والله مش فاكر اسمها اليمنت ايه هي ليها اسم مميز يعني المحاضره اللي جايه ايوه هي دي اهي اسمها ايوه اوبجكت انابل ده انت بتنزل اخر اصدار ليه من اوتوداسك ده تمام حاضر هعملها ماشي وخد بالك ان هو لو في ابديت لنيكس ورك لازم تعمله حاجه رخمة بس لازم انك انت تعملها وبتحصل مع كل ما بتحصلش معاك انت بس حبيبي تمام الف شكر باشمهندس حسام شكرا جزيلا مهندس المعتز في سؤال من مهندس كهرباء
بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا مهندس وعليكم كهرباء، السلام ورحمة الله وبركاته. إيه اللي هستفيده من الـ Navis Works مع العلم إني لسه ببتدئ في الـ Revit Map؟ ايه اللي هيستفيده من نيفيس وورك مع ان هو لسه بيبتدي في النيفيس؟ ايه مع ان هو لسه بيبتدي في معاك؟ الريفت، مظبوط؟ Yes, yes, yes. تمام. طيب، تاني يا باشمهندس، هو تقريبا نفس الاجابه اللي انا كنت جاوبتها من شويه لحد، ان هو انت دلوقتي انت بتسال على ايه اللي انت هتستفيده من علم. اوكي، هو تاني اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. طالما انت بتشتغل في المجال الهندسي وبيطلب منك انك انت تعمل حاجات، اوكي، على الاقل تبقى فاهم هي بتطلب ليه. اوكي، على الاقل تبقى فاهم مثلا وهم بيعملوا كوردينيشن، انت عارف تشوف اللي هم بيشوفوه، فاهمه. لو اتقال لك ان هو دلوقتي في مشكله، في كلاش، في حاجه، تبقى فاهم تقرا الكلاش، ماشي، تبقى عارف تطلع الاليمنت بتاعك اللي عامل المشكله، خصوصا لو انت اللي عامل المشكله ومحتاج تعدلها. اوكي، فده بيبقى الموضوع. موضوع اللي هو ريفت نيفس بيم، اعتقد الكلام ده هو ما ينفعش ان هو يعني ايه، ما ينفعش ان احنا نقول ريفت نيفس بيم، لان الموضوع اكتر هندسي. اوكي، زي ما قلت في بدايه اللي هو المحاضره دي، انا مش بعلم البرنامج نفسه، مع ان انا عارف المحاضره دي كانت معظمها رايحه على تعليم البرنامج، بس انا مش جاي اعلم البرنامج، انا جاي اعلم استخدامات البرنامج في المجال الهندسي. فالبرنامج هتبص تلاقي ان احنا بنراجع بيه فيجوالي، بنراجع بيه كلاشز، بنشوف ازاي نختار اليمنتس معينه. انت نفسك هتبص تلاقيك انك انت هيطلب مثلا منك، لو انت شغال في موقع او شغال في شركه استشارات هندسيه، ان هو لا، غير الراوتنج اللي انت عامله ده، الراوتنج ده مش نافع، خلي كيبل تري بدل ما هو ليفل واحد، خليه اثنين ليفل او ثلاثه ليفل. اوكي، ساعتها تبقى فاهم هل هو مطلوب منك لانه فعلا مطلوب، ولا هو مطلوب منك لان الناس بتقل عليك انت وانت اللي ممكن انك تعمله. اوكي، اتمنى اكون رديت على سؤالك. جزاك الله خير. في معلش المهندس محمد علي، تمام، عايز يعمل مداخله، اتفضل يا باشمهندس. السلام عليكم باشمهندس حسام. تمام، ربنا يجزيك كل خير يا رب على المحاضره ديت، محاضره بصراحه ما فيش بعد كده يعني. وإياكم يا فندم، جزاك الله خير. أنا كنت عايز أسأل، لو إحنا عندنا مشروع كبير وعندي NWS، ينفع أكتر من حد يشتغل على NWS ده؟ أنت شفت الميرج؟ إيه؟ شفت الميرج؟ أيوه، ما هو ده اللي عمل لي كونفيوجن. إحنا الميرج دي هي اللي بنخلي بيها أكتر من حد يشتغل على نفس المشروع. تمام. يعني مثلا في تيستس كتيرة، ممكن نقسمهم مثلا بحسب الكلاش ماتريكس اللي احنا عاملينها، ان جزء مثلا يمسك الارك مع البلامنج مثلا، استراكشر مع كذا، وبعد كده نعمل ميرج للان دبليو اف. هو على فكره هو ده اللي بيحصل، بس هو ما بيحصلش على مستوى، خليها واضح معايا، ما بيحصلش على المستوى ده، هو بيحصل على مستوى اعلى شويه. فكان بيبقى عندي مشروع كبير مثلا، بقول ان انا هعمل الكوردينيشن على كذا مرحله، المرحله الاولانيه مرحله جوه المبنى بعمل فيها بين كل اللي هو الام اي بي والاستراكشر والاركتكشر، وبعد كده مرحله الفرق ما بين المبنى نفسه والانفراستراكشر اللي حواليه في البلوك مثلا. تمام. وبعد كده ما بين اللي هو المباني كلها والانفراستراكشر كلها اللي موجوده في الموقع، فبعمله على ثلاث مراحل. تمام، فهمت. تمام بالظبط. فبيبقى في الاخر اللي هو يعني عارف اللي هو ايه، بتكسر الفيل، ما دخلش فيه كله من بره. فهمت حضرتك. تمام. تمام كده يا باشمهندس. هو تاني حاجه حضرتك كنت قلت، ده يعني حد كان سالك في مراجع، قلت من جامعه كده يبين مين في ايه، مش هنسلفينيا بس، هو في اكتر من حد تاني. يعني انا كنت عايز اللي هي الريفرنسز دي اللي بتبين اللي هي الحاجات التكنيكال مثلا الام اي اي، او ما فيش مشكله خالص. انا ممكن باذن الله اشير مع المهندس محمد اشرف. تمام، ماشي، اشير الحاجه اللي موجود عندي، واعتقد هو يبقى مشكوره، ممكن هو يشيرها معاك. يعني الف خير يا رب. هو بص، يعني خلينا متفقين على حاجه، ان هو حتى لو من جامعه انت في حاجات ممكن تلاقيها مش منطقيه، ممكن يبقى انت الراي فيها،
يعني مثلا شفت جامعة ترانسلفانيا ان هو بيقول ان اول حاجه تتحط هي الاتش باك، انا مش متفق معاه. تمام ماشي، بس هو ليه سبب سوف في الاتش باك ان هي اكتر اليمنتس واكتر اكويبمنت، اوكي اضخم اليمنت واضخم اكويبمنت. تمام بالنسبه لنا هي الكهرباء، يعني لو الاتش باك اتحط وبعديه اتحط كهرباء يبقى في مشكله لما يحصل مثلا كوندنسيشن نقطع كهرباء. ماشي، فهي انت بص اللي هو ايه، بتاخد الكلام وبتقراه وفي الاخر انت عارف من خبرتك انت ايه المفروض ان هو يحصل، بس يبقى مهم هو يبقى فيه ريفرنس. تمام بالظبط تمام. تمام جدا، انا متشكر جدا لحضرتك يا باشمهندس، يعني عفوا يا فندم، عفوا على ايه، شكرا عمرك كده. شكرا جدا مهندس محمد علي. في مهندس محمود كاتب في الشات، هو البيم مانجر بيكون في شركة استشارية خاصة بكده، ولا بيكون مثلا في شركة مقاولات المنفذة للمشروع ده بتعمل قسم ليها بام يونت مثلا او بام تيم جوه ادارة المشروع؟ والله الاثنين، هو الموضوع في الاخر هو بيرجع للبزنس. اوكي، في شركات ما بتحبش انها تجيب حد من براها، في شركات التانية لا بتعمل بالنسبة لها بيبقى اوفر انها تعمل outsourcing. اوكي، فالاثنين متواجدين والاثنين شغالين. اوكي، والاثنين بيهم ميزاتها وعيوبهم، يعني الاثنين موجودين، اللي بيتحكم فيهم هو البزنس مش اكتر، مش ايه الصح والغلط. اوكي، مهندس ايمن برضو بيقول في السيرفل 3D هل في تحويل مساحة بين الاسطح لحجم؟ في السيفل 3D مش فاهمها على فكرة. مش فاهمها. مهندس ايمن ممكن لو يتفضل. لو في مثال ليها ممكن. مش مهندس ايمن. ايوه. انا بس فكرت. جاب على السؤال اللي كان فيها بيسأل على السيفل 3D ما يبانش عنده في النافز. ففي طريقة كده بنخش في السيفل 3D بنحول المسافة بين الاسطح لحجم. فبيظهر لي بال. هي مش دي، هو في حاجه في بتبقى في بعض الاحيان بتبص لي انك انت لما بيكبر الحجم بتاع الموديل قوي في حاجه اسمها اوبجكت انيبلر، اوبجكت انيبلر بتاع نيفس وورك. اوكي، ده برنامج على فكره، برنامج يتركب مع نيفس وورك المفروض هو بيتسطب معاه، في فوات بيضرب اوقات كتير قوي، فبص في الموديل عباره عن مثلثات ومربعات، حتى مش بالشكل اللي المفروض هو يبقى طالع معايا، هو بيبقى شكل غير معرف. ممكن يكون فهمت غلط. لا يا فندم، لا لا هي ما فيش مشكله خالص. طيب شكرا جدا مهندس ايمن. في المهندس كمال، مش مهندس كمال معنا؟ ايوه مهندس. ايوه فهمت، اهلا وسهلا. انا مش عارف كنت كان سؤال قديم بس انا فندم ولا يهمك. لا ما اعتقدش ان انا عندي حاجه جديده، بس ابسط في البدايه حضرتك قلت بالنسبه للنجس وورك فريدم والستيميوليت ومانج، أيوة. هل دول نعتبرهم اجزاء للبرنامج ولا دي برامج مستقله عن بعضها؟ دي برامج مستقل عن بعضها. يعني مش اجزاء، دي برامج مستقل، يعني انا ممكن استخدم واحد فيهم بس. يا فندم، وده اللي بيحصل. مثلا حضرتك قلت ان مثلا نكس ورك مانج ده يبقى هو الافضل دايما او غيره، مش كده؟ الافضل هو الاغلى واللي بيعمل حاجات اكتر، بس ما هو الافضل لانه بيدي اوبشن اكتر، يعني يعني يدي اوبشنز اكتر، فبالتالي يبقى التوجه له اكتر. طب بالمناسبه بقى الحاجات التانية اللي هي زي الفريدم او يعني ايه داعي له اذا كان انا عندي النجس وورك مانجر؟ دلوقتي انا عملت الشغل بتاعي ماشي كبين. أيوة. مانجر مثلا انا محتاج ان اعمل كوردينيشن، بس مش كل التيم هيعمل معايا كوردينيشن. اوكي، فبالتالي بيبقى افضل الناس بتاعه الاي تي انها تشتري مثلا 5-6 نسخ مانج. اوكي، ايوه، 10 نسخ سيميليت والفريدم بيبقى ببلاش. ماشي، مع المجموعه. الناس مثلا اللي هتراجع مثلا فيجوالي هي مش محتاجه اي حاجه، هي والعميل
اوكي فبديهم طيب. نيفس ورك فريدم الناس مثلا اللي هي اللي هتراجع بس مش هتعمل كلاش ديتكشن عايز السيميوليت وهكذا. يعني طب السؤال انا طالما ان المانج دي اشمل من السيميوليت طب انا ممكن اجيب المانج واستغنى عن السيميوليت ولا ده مش متاح؟ لا هو طبعا بس هي اغلى والشركات مش اوكي بتخاف انها تعمل الكلام ده لان هو مثلا مصنفات لو لقيت ان هو البرنامج مسروق تقفل الشركه. يعني انا هاخد كوبي رايت يعني هاخد نسخه اصليه بس السؤال يعني لو انا عندي المانج بتشمل اكتر من السيميوليت والفرق الاساسي بين مثلا ما فهمت ان هو الكلاش ديتكشن طب انا لو جبت المانج وهو انا عارف انه اغلى بس واستغنيت عن السيميوليت طب ما ده يغطي لي كل الاوبشنز اللي موجوده بس ضمنه مش كده برضه اكيد هتغطي بس انت دلوقتي اللي هيفرق معاك هو التكلفه. ما هو انا عشان التكلفه فبرضو يعني بتسائل هل ممكن اجيب المانج واستغنى عن السيميوليت تماما وبالتالي هدفع اكتر شويه بس هيبقى عندي كل الاوبشنز بالاضافه للكلاش ديتكشن يبقى انا كده مش محتاج السيميوليت خالص. تمام بس هل انت عندك صح كده كله هيستخدم الكلاش ديتكشن؟ لو التيم كله هيستخدم الكلاش ديتكشن حرك صح. لو واحد من التيم مش هيستخدم الكلاش ديتكشن يبقى احنا كمان ضيع فلوس. يبقى في الحالات دي اجيب واحد السيميليت ومانج يعني واجيب الاثنين على حسب يعني اغلب بالزبط. الناس هتشتغل ايه بيفرق في الكلام ده مين هيشتغل. تمام تمام شكرا جدا حضرتك يا باشمهندس. شكرا يا فندم بشكرك شكرا جزيلا باشمهندس حسين. عفوا. اتمنى ان حد عنده اي اسئله بس يعني احنا طولنا على حضرتك المفروض المحاضره وقتها يعني ساعه ونص بس احنا خدنا ضعف الوقت فانا شاكر لمجهود حضرتك ووقت حضرتك الغالي يعني جزاكم الله خيرا يعني حبيبي ما تقلقش وبقول لك لو في حد لسه عنده اسئله انا ما فيش عندي مشكله. اتمنى لو حد عنده اسئله يعني جزاكم الله خيرا يعني جزاكم الله خيرا شكرا لوقتك الغالي والله يعني انا يعني ربنا ينفع بيك يا رب ان شاء الله وان شاء الله منتظرين حضرتك يوم 29 ابريل ان شاء الله باذن الله نلتقي على خير ان شاء الله ورمضان كريم على حضرتك وعلى الجميع. تمام شهر رمضان كريم ان شاء الله. الله يخليك انا استاذن حضرتك بس احنا نذكر الناس باشمهندسين الساده اساتذتنا يعني ان شاء الله عندنا محاضره يوم الخميس بعد بكره ان شاء الله عن موضوع الترنشلس تكنولوجي والحفر النفقي مع المهندس عادل توفيق عضو مجلس اداره شركه المقاولين العرب فاتمنى ان شاء الله تكون محاضره ممتعه ان شاء الله وان شاء الله تشرفونا باذن الله ان شاء الله. شكرا جزيلا باشمهندس حسين شكرا لوقت حضرتك بارك الله فيك. عفوا يا فندم عفوا بارك الله فيك شكرا جزيلا شكرا لحضرتك شكرا جزيلا وعليكم السلام خير في رعاية الله في رعاية الله. السلام عليكم. مع السلامة.